بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لم تستطع أضواء وأحداث كأس العالم الصاخبة أن تلقي بظلها وتخفي الصراع والقائم على بدايات الموسم الجديد. أخبار ساخنة، أخبار متواترة، كلام يتقال بعد ربع ساعة يطلع كلام تاني غيره، حجم كبير من الإشاعات، قليل من الحقائق، ولكن كلها بتؤدي إلى إيه؟ أن الموسم القادم سوف يكون موسما استثنائيا. فماذا يفعل الأهلي؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل حلقة مهمة في توقيت شديد الصخب الكروي، زي ما المهندس عادل قال، بينما المونديال منصوب عن آخره، بينما سامر المونديال يقدم أحلى وأعزف السيمفونيات الكروية في روسيا، بينما مفاجآت المونديال تتوالى. البرازيل النهاردة بتنجو من هذه الطاحونة المونديالية وبتفوز على المكسيك وتتأهل إلى دور الثمانية، لكن حتى الآن اليابان متقدمة أيضا، هتبقى كمان نص ساعة، بما على بلجيكا. يعني واضح جدا أنه هذا المونديال يؤكد على أن ثم التغييرات الكبيرة في خريطة الكرة العالمية تحدث في روسيا في هذا الوقت. وفي ظل هذه المفاجآت التي تتوالى بقوة من روسيا، يبدو المشهد الكروي المصري مشحونا بكثير من ملامح ومعطيات موسم وصفه المهندس عادل بأنه موسم سيكون استثنائيا، يحتاج الأهلي فيه إلى أشد سلاح وأقوى، جمهوره ده حماه. هذا هو الاحتياج الحقيقي للأهلي في الموسم الجديد، وهذا هو اللاعب الذي يجب أن يكون حاضرا يا باشمهندس. سمعت دلوقتي في التليفون اليابان متقدمة 2-0. ايوه صحيح. ما هذا الذي يحدث في كأس العالم؟ قوة كروية جديدة تصاغ. طيب تعالى بقى نستفيد مما يحدث في كأس العالم عشان نتكهن بالموسم القادم. البعض يرى أن حركة التنقلات، الانفلات الجنوني في الأسعار نتيجة تغير كبير جدا، دخول استثمار رياضي بالكامل يكاد يكون أجنبي بإمكانات ضخمة جدا، استقطاب لأهم اللعيبة المحليين، التعاقد مع لعيبة أجانب على أعلى مستوى، أجهزة فنية على أعلى مستوى، نظام إداري على أعلى مستوى، الكل يخشى على الأندية الشعبية، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد وهكذا. فماذا سيحدث؟ ماذا تملك هذه الأندية حتى تواجه هذا السلاح اللي ربما ينالهم منه بعض الشظايا؟ يعني ما تيجي تقول لي ايه، ما هم بيشتري من السوق المحلي، بيدفع للأندية بالمليون والمليون ونص دولار وبيدعمه، ده مؤكد، لكن ده هيعمل ايه؟ هيخلي الأندية تستطيع ان تفي بالتزامات اللعبة اللي عندها، لكن هل هيخليها تعرف تجيب لعبة تانية او تستثمر في انماط استثمارية جديدة؟ ما هي الانماط بتاعت الأندية الشعبية بالذات، يعني هل هتحدث بنيتها التحتيه؟ هل هتقدر تتوسع في المنشآت؟ هتقدر في الحاجات دي. ما تيجي مثلا لنادي زي الاسماعيلي مثلا ياخد له 3 4 مليون دولار في السنه على اللعيبه اللي ممكن يكون سابها او هيسيبها او كده، مبلغ ضخم جدا لم يتوفر الاسماعيلي ابدا في تاريخه. هيعمل ايه؟ هيدي استقرار للفريق القائم، هيدي استعادات بسيطه فيما يشبه انك انت بتراهن على كفاءات مش معروفه. لكن عشان تجيب الاهلي بقى او الزمالك او الاسماعيلي او المصري لاعب يكون عليه العين، يحدث عليه تنافس، خلاص الاسعار وصلت كده، خلاص الاسعار من 20 وانت طالع. يعني انا لما كل في 20 مليون مليون طبعا كان جنون، وال20 مليون وال25 مليون في لعيبه ما لعبتش منتخب مصر. عجبني شريف جمعه
في تخاطيفها له دلوقتي لسه قاريها. بيقول لك لما الاهلي جاب صلاح محسن اتهم ان هو اللي ولع في السوق وان هو دمر السوق عشان 2 مليون دولار. النهارده احد الانديه شاري لعيبه بحوالي 730 مليون. هو عنده الامكانيات دي، ما هو خلينا نتكلم في دي. ودي برضه ملاحظه، لان باستمرار الاهلي بيتهاجم على اي حاجه. بالظبط. وعندما يحدث نفس التصرف من اخرين نجد الترحاب. الاهلي بيخرب والتاني بيدعم. لا، نجد الترحاب والتبرير والتفسير وكلنا في ظهر التجربه. صحيح. الاهلي لما كان بيجيب لعيبه من الانديه كان بيفرغها. ما حدش بيفرغ دلوقتي. كله بيدعم. طب خلي الاهلي بقى يروح كله بيستثمر. خلي الاهلي يروح يجيب 2 3 لعيبه من نادي واحد، هقول لك بيفرغوا. هذا قدر الاهلي. طيب ماذا يملك الاهلي بقى؟ خليني من الانديه الثانيه، كل نادي يعني يستطيع ان هو ايه يتكلم على نفسه. المصري دخل له مبالغ كويسه، الاسماعيلي دخل له مبالغ كويسه. الاهلي لو اراد يستطيع التدخل له مبالغ مهوله. ولكن سيظل انفاق الاهلي والزمالك مختلف، لان انت مهما دخلك ساعه ما بتيجي تشتري هتشتري بالاغلى. في ظل سعر كاد ان يستقر 20 مليون وانت طالع، كاد ان يستقر على هذا، وهو وضع طبعا لا يمكن يكون وضع طبيعي او صحي. لان المساله في الاخر هو الاتحاد الدولي يا استاذ ابراهيم لما قال لك انت ادفع واستثمر، بس قول لي في الاخر هتطلع كسبان ولا خسران؟ كسبان ولا خسران مش بطولات، فلوس. ايوه. وكان عين الاتحاد الدولي على اكتر من حاجه من المحاذير، حقوق اللاعبين والتزامات اللي انت هتفي بيها، بس انت هتطلع كسبان برضو ولا خسران؟ يعني انت دلوقتي الاهلي بيصرف لكن بيقدر يبيع رعايه بمليار جنيه في 4 سنين، 250 مليون جنيه. انت صرفت على الكوره قد ايه؟ 200 مليون؟ لا انت كده ماشي صح. فاهمني؟ صحيح. كسبت 50 مليون. يبقى انت لما بتدفع كتير عشان بتعمل مداخيل اخرى فيها تلفزيون، فيها رعايه، فيها حاجات زي كده، حتى فيها بيع لعيبه، فيها تليفون محمول، فيها براند اسمك، اكاديميات عماله تتعمل هنا وانتقلت الى الوطن العربي كما كان ينبغي ان يكون من 5 6 سنين. وهكذا، والدنيا هتتفتح. يعني الاهلي زي المان يونايتد هيبتدي سوقه هتبقى في الخليج، وممكن بعد شويه اوروبا، وممكن بعد شويه اسيا، وممكن بعد شويه امريكا، لان جمهور النادي الاهلي موجود في كل مكان، واللي عايز يوصل يستثمر مع الجمهور مش هيخسر. اذا هذا استثمار. طيب استاذنك ان احنا هنيجي على هذا الموضوع بالكامل، لانه كمان في اخبار كتيره تهم الجمهور في انتقالات اللاعبين، في عروض جايه، في كلام كتير يهم الناس تعرفه منك. أيوه. لكن بدايه النهارده اتحاد الكوره كان في اجتماع مع مجموعه من رؤساء وممثلي الانديه. الأندية بتطالب بتحريك نظام القيد، البعض بيطالب بزيادة عدد القيد، والبعض عايز شروط معينة. اجتمع بيهم مجلس إدارة الاتحاد، وبعديها قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. بنون يا أستاذ إبراهيم. 2-2. 2-2. اليابان دي بلد غريبة أوي. لا مش اليابان. ما هو اليابان وبلجيكا. ده كانت كسبانة. بلجيكا كان باك فظيع. ما أنا بقول لك. أنا قلت خلاص البرازيل هتلاعب اليابان. كمبيوتر عتق. الفرق العظيمه كده. قرر الاتحاد التمسك بشروط القيد التي ارسلها للانديه من قبل، والخاصه بقيد 25 لاعبا فقط في القيد السنوي لكل نادي مع السماح. دي النقطه الاضافيه، لكل نادي بقيد 5 لاعبين اضافيين في فتره القيد الشتوي. يعني فتره القيد الشتوي هيسمح فيها لكل نادي بقيد 5 لعيبه. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري مساء اليوم مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، حيث أعلن القرارات التي توصلت إليها الجلسة اللي عقدها الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اللي أعقب لقاء رؤساء الأندية. ما تجيبوا لنا الأستاذ كرم كردي.
الدكتور كرم كردي. دكتور كرم كردي. وأضاف كردي لممثل وسائل الإعلام أن مسابقة الدور الممتاز هذا الموسم ستقام من مجموعة واحدة ومن دورين، على أن يكون قيد اللاعبين الأجانب مثلما كان الموسم الماضي. بعدما أنا في الجزء الأولاني قرر مجلس الإدارة التمسك ب 25 لاعب لسه هسقف، بقيت الخبر خلى إيدي تحفظت. عشان كده أنا عايز الدكتور كرم يفهمني يعني إيه إضافة خمس لاعبين. يعني هل إحنا هنبتدي بقايمة 25 الدور الأول تبقى 30 بلس 5 في الدور الثاني، يعني هتبقى 30 في الدور الثاني ولا هقدر أغير خمسة؟ لا مش هتستبدل، هتضيف خمسة. أستاذ إبراهيم أنا مش عايز أرد، أنا وأنت أنا فاهم ما مكتوب كده، النص بيقول كده، النص المكتوب بيقول كده، لكن قد لا يكون هذا هو المعنى. لأن لو النص المكتوب بيقول كده هذا حق يرد به باطل. خلاص من الاول كده يبقى انت كده هتخلي الدكتور كرم ما يخشش معانا، ضغط عليا عشان اقول لك انا ايه اللي مخليني متحفظ. يعني ايه ابتدي ب 25 لاعب وانتهي ب 30 لاعب؟ يعني ايه؟ يعني انا اخلي الانديه الاول الدور الاولاني اللي هو يعني مش دور الحاسم، الدور الثاني هو دور الحاسم. طب ما انا يبقى كل الناس اللي عندها ملاءه ماليه شديده تستطيع انها تبتدي بقى تخش على الانديه ولعبتها تتعرض لاغراءات غير مسبوقه عشان هيضيف من الدوري الممتاز، ولا هيقول له بشرط ان ما يكونش لعب مع حد في الدوري الممتاز؟ يعني هروح انا اشتري مثلا من بتروجيت ولا امبي ولا لازم اشتري من بره الانديه اللي لعبت بال 25 دول؟ كلام كتير عايز يعني تفسير، وانا اتمنى الدكتور كرم يوضح لنا دي لانها عمليه. هو الحقيقه يعني المواقع كل موقع كاتب حاجه مختلفه مش كده؟ وانا استغرب انه يبقى في اجتهاد مع خبر في قرار طالع من الاتحاد، يعني اربق بالزملاء كلهم في كل المواقع انه كل حد يكتب تفسير بحاجه مختلفه. احنا عايشين حاجة وبعدين كله يكتب بعد عقد مجلس الاداره وقرر مجلس الاداره. في موقع يقول هم 25 وهتضيف خمسه، موقع تاني زي اليوم السابع كما قرر الاتحاد وضع خمس لاعبين على قوائم الانتظار لكل فريق، اهي دي حدوته ثالثه. لا هي دي موجوده. لا يفتى واسامه اسماعيل باعت الخبر عموما كمتحدث باسم اتحاد الكره بعد الاجتماع مع رؤساء الانديه، ده النص الرسمي. قول لي بقى. التمسك ب 25 لاعبا، الدوري من مجموعه واحده، الاجانب مثل الموسم الماضي، مفيش حاجه اسمها خمسه على قائمه الانتظار، لكنه بيقول بالنص بقيد 25 لاعبا في القيد السنوي لكل نادي كما ارسل من قبل، مع السماح للانديه بقيد خمس لاعبين اضافيين في فتره القيد الشتوي. مش خطر استبدال، خطر جدا، اضافي، خطر جدا هذا الكلام، واخد بالك؟ ده مش استبدال حتى. الاجانب بنفس الموسم بمعنى انه اربع لعيبه ويسمح بمشاركه ثلاثه، مش ده اللي كان قائم؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها الاربعه الاجانب يلعبوا كده، ثلاثه في الملعب. ما هو ثلاثه في الملعب مش معناه ان الاربعه ما يلعبوش. ما انت واحد على الدكه واحد على الدكه وتبدل اجنبي باجنبي، وده ما كانش برضه متوافق على لسه اللي فاتت. أيوة. لما الاهلي طلبه بالظبط. اذا اراد النادي الاهلي يعني يمرر القرار فعليه ان يتوارى وان يصدر حد غيره. هو الاهلي دي كانت رغبته؟ طبعا. مش احنا بعد ما اشترينا باكا قلنا لهم انتوا خليتونا جبنا لعيبه عشان نقعد على الدكه؟ ما نقعدهاش على الدكه عشان تبقى بره في التمرين. يا جماعه دولنا ثلاثه في الملعب اجانب بس الاربعه ممكن يشاركوا في الماتش. قبل هذا الطلب وهنا انا بقول لاتحاد الكوره ما هي المعايير الفنيه التي تتخذ بها قرارات مصيريه فنيه تؤثر على موازين القوى في الانديه، تؤثر على استقرار الفرق، تؤثر على اقتصاديات الفرق. 30 لا 25 لا 30 نسمع 28 طب ضيف خمسه. طب انا ضيف خمسه ازاي؟ يعني اجيب لهم فلوس منين دول الخمسه دول؟ كم نادي هيقدر يشتري خمس لعيبه في الشتاء؟ في نص موسم. مين النادي اللي هيقدر يشتري خمس لعيبه اذا كان المفهوم؟ ولذلك هات لنا اسامه اسماعيل اذا كان الدكتور كرم مش عايز يطلع، ويا ريت يطلع، لان الدكتور كرم راجل عنده يعني يقدر باسم مجلس الاداره يتكلم. شوفوا لنا حد يا اسامه اسماعيل يا دكتور كرم كردي يفهمنا، او حد
من طيب شو من غير ما حد يقول. انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايز اعتمد على النص ده، انا مش اوكي. لا هو ده النص الرسمي يعني. يا سلام يا ابراهيم، هو انا مش بجادلك في النص يا ابراهيم، انا بجادلك في تفسيره. قد يكون هناك معنى ما عرفوش يعبروا عنه في هذا الخبر. انا كلامي كده، ما انا قريت النص وانا بقول لك انت الفته. انت قريت الخبر مع اضافه 5 في الشتاء، يبقى احنا معناها كده باختصار هبتدي ب 25 وبعدين ابقى 30. طب انت ليه بتلوم اتحاد الكوره؟ ما الساده رؤساء الانديه حاضرين او مندوب الانديه حاضرين ووافقوا على هذا السير. من امتى؟ من أيوة. امتى؟ ايوه اتحاد الكوره الا اذا اراه انه مرر قرار. طب من امتى بياخد راي الانديه؟ اصل هو لو عايز ياخد راي الانديه كان قبل الموسم، قبل ما يعمل ال 30 25 كان عمل الاجتماع ده. كان عمل كل شيء، لكن لما يبقى في متغيرات على الساحه، على ضوء المتغيرات اخد قراري واصدر ناس تانية عشان تديني الشرعيه. كلها يا استاذ ابراهيم العاب سياسيه وانت تعلم. انا لما احب اخد قرار وعايز استخبى بحد اروح عامل بس للانصاف والموضوعيه، انت دلوقتي اعلنت وبعت للانديه نظام قيد وقلت 25 لاعب. كل الانديه ستفت قوائمها واوضحها على 25 لاعب، ملهاش علاقه بمين، مين عانى ومين اضير ومين استفاد، لكن في شروط اعلنت تم التنفيذ عليها. في ناس اكمل بقى الموسم عليه بالظبط. انا كان نفسي يكمل عشان اسقف الخبر ده الموسم ده كده، ايوه، واقول من دلوقتي الموسم الجاي هيبقى 30، هيبقى 30، هيبقى 27 من دلوقتي. مش استنى لاخر موسم على ضوء النتائج وعلى ضوء ترتيب الفرق، انما ان انا اصلا انما كأندية اضغط علشان ازود ابتدي ب 25 وانتهي ب 30. ده معنى كده ان اللي عنده فلوس هو اللي هيعرف ينقي، وهتبص تلاقي ممكن ان انا كنادي اهلي معايا بقى الامكانيات الماديه، الاهلي يستطيع ان يحصل على الاموال بكل الطرق، يعني كل الطرق السليمه والشرعيه، عنده الامكانيات، عنده الاسم، عنده البراند، عنده الرعايه، عنده البث، عنده قيم اللعيبه اللي يستطيع ان يستبدل منها ويحقق المعادله الفنيه والمعادله الماديه. انا كنادي اهلي بقى معايا فلوس، طب ما انا اقدر اكلم 10 12 لعيب في الدوري واركز على الفرق اللي بتنافسني ولا اخبط لها دماغها؟ وده شفناه بيحصل حتى في ظل امكانيات ضئيله السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها. فرقه هتلاعب فرقه تلاقيه بيتفاوض معانا ديتها وكلام كتير عن اللعيبه اللي انتقلت والكلام ده. ده لما يحصل دلوقتي الدور الجاي مصير الدوري وجديته هتبقى ايه؟ يا جماعه ابوس ايدكم، يا اتحاد يا كره، يا اللي انت عندك ازمه واختبار حقيقي على مدى مصداقيه توجهك في رعايه الكره المصريه. انت الان تتعرض لازمه نتيجه المشاركه المخزيه بتاعه كاس العالم. طيب عايز تقول ان انا هبتدي بدايه جديده وسليمه وبتاع، لا هكذا تكون البدايات الجديده. انت دلوقتي برضو ما زلت ترهق الانديه بقرارات اقتصاديه وفنيه مش مستقر في 25، بعد 3 4 اشهر ما الدوري هيبتدي يوم شهر ايه؟ 8؟ 8. يبقى عندك 8 يعني خلال 8 و9 و10 و11 و12. انت بعد 4 اشهر هتبقى بتتكلم عايز تجيب 5 لعيبه. كل واحد على ضوء موقفه. انا قلت كلمه بقى استاذ ابراهيم كنت فاكر انك هتزنقني بيها. اما بقول لك كاس العالم ينبغي ان يلقي بظلاله الفنيه على ما يحدث في الدوري المصري. الذين تصوروا ان الفرق المكدسه بالنجوم تستطيع المرور، هي المرشحه الاولى. ماذا حدث؟ حتى كل الفرق اللي خرجت زي المغرب ونيجيريا والسنغال احرجت الفرق الكبرى. خلاص؟ اليابان تحرج الان وكادت ان تتفوق عليها، والله اعلم هيخلص الماتش ازاي. بلجيكا انا بقول لك لو بلجيكا كسبت هيبقى بلجيكا والبرازيل. اللي هيكسب منهم غالبا هياخد كاس العالم. طب بلجيكا البرازيل واليابان، لو اليابان عدت لا مش طيب ما تضمنش. ما تضمنش ليه بقى؟ لان لم تعد النجوم مقياس التفوق. التفوق الان الكره يا استاذ ابراهيم في وجهه نظري حاجتين،
حاجة والكورة معايا يبقى الغلبة للمهارة، وهي مش معايا الغلبة للقوة والسرعة والرغبة والإرادة والتنظيم والضغط. لما أكون أنا فريق مكتظ بالنجوم وفريق بيضغط عليا مش بيخليني استلم الكورة، فين مهارتي بقى؟ إذا أنا أستطيع أن أكدس فريقا مليء بالنجوم، الكلام ده لازم الجماهير تفكر فيه كويس قوي، ولكن لا أحقق شيء وقد أحقق. ولكن توازن الفريق بين القوة والسرعة والشباب والخبرة والبتاع والنجوم التي تستطيع أن تحدث الفارق في أقل الحدود، ما يجيبش الفريق يبقى كله نجوم، خطر جدا، يبقى بره السيطرة. وبره السيطرة يعني كل لعيب هيفرض فلسفته في الملعب وفلسفة أدائه. النادي الأهلي سيخوض موسما استثنائيا، لأن كل الفرق أنا شايف حركة انتقالات هايلة على مستوى كل الفرق، كل الفرق. إذا القوة أصبحت غامضة، يعني أنت لما تيجي تقول إيه الإسماعيلي مش هو ده الفريق اللي هتقابله السنة الجاية، قد يكون أفضل قد يكون أقل. المصري مش هو ده الفريق اللي هتقابله السنة الجاية، الزمالك مش هو ده الفريق اللي هتقابله السنة الجاية. ثم ظهر وحش اقتصادي في الدوري المصري اللي هو الأهرام، واللي لحد دلوقتي مقام عليه قضايا، ممكن ما يبقاش ما يفضلش الأهرام، ممكن يبقى يفضل اسمه الأهرام، انما ايا كان هو الاسم مش هو اللي شغلنا دلوقتي. الأسيوط السابق، الفريق ده اتوفرت له كل ظروف النجاح، بتجيب بإمكانيات ملهاش سقف اللعيبه اللي انت عايزها، مدرب برازيلي هيجي، اذا مدرب اجنبي، خبرات معظمها من النادي الاهلي ستحقق النظام اللي هو يؤدي الى استقرار الفريق ويؤدي الى محاوله النجاح. ولكن يعني فريق بكتالوج الاهلي ناقصه حته صغيره القلب والقلب. ده القلب ولا الجيب؟ انت بتشاور على القلب. لا جيب، بتشاور على الجيب. جيبها. القلب. 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 انت ممكن تبقى في الاهلي لما تسيبه تسيب قلبك فيه، ما تخرجش بقلبك. لان النادي الاهلي بيستبدل الجيب بالقلب. انت النادي الاهلي بيضغط على اي واحد بيعمل فيه بقيم ومبادئ ومش عايز مناقشه. يعني حتى اللي عايز يروح يمين وشمال وما تفوتها بقى المره دي، يجد نفسه شديد الحرج في مواجهه ان دي ما حصلتش قبل كده، وان دي ما تليقش بالنادي الاهلي، ودي ما تنفعش في النادي الاهلي، مرجعيته هي اللي بتحميه. اذا انت، ومن هنا فضلت حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء. اشتري اللي انت عايزه. هتشتري روح الفانيلا الحمراء ازاي؟ مش هتعرف. وهنا جمهوره اصبح العنصر الدائم المهم، لكن بقى له ادوار جديده يجب ان يتنبه اليها استاذ ابراهيم. جمهور الاهلي، جمهور الاهلي قد يكون هو السلاح الداعم الفني المعنوي الاقتصادي، لكن اذا تحول الى الداعم السياسي والى الداعم اللي عايز يفرض رايه والى الدعم الذي من حقه ان يقيم كل شرده وورده، ومن اللي ماسك كرباج المبادئ يجلد بيه كل الناس لانه مش عارف ان المبادئ دي حتى في تطبيقها محتاجه تقاليد. مفيش حاجه في المطلق كده. ما تقعدش تشتمني بأبسط. واما ينفو الصبر ويرد عليك الشتيمه، تقول شوف الراجل قليل الادب اللي بيرد الشتيمه. بقيت انا بحاربك بادبك. فأنا أقدر أشتمك طول النهار وأسرقك طول النهار وأتعامل معاك بعدم أمانة وأتعامل معاك بكل الحيل، لكن إذا أنت في يوم من الأيام حاولت ترد عليا يبقى أنت كسرت التقاليد والقيم. الأهلي الآن يدفع ثمن حرصه على آلياته. طيب خليني برضو في المنطقة ديت، لأنه في نقطة الحقيقة لازم تبان عند الجمهور. ودي مناسبتها. امبارح أحد المحامين جدد كلامه على رفع دعوة أو بلاغ للنائب العام ضد التبرعات اللي تلقاها النادي الأهلي من المستشار تركي آل الشيخ، وأوجه صرف 261 مليون. وده اللي بيقودنا يا جماعة للي حصل النهاردة.
وزارة الشباب والرياضة بعتت لجنة للتفتيش على اتحاد الكورة مشفوعة بعناصر من الجهاز المركزي للمحاسبات. طب ما هو ده كان مطلب النادي الأهلي. الأهلي كان بادر وطلب من الوزارة. أنت مصر إنك أنت تفتحني. آه. لا الوزارة. ما هو الوزارة. آه. يعني أنا هكلم مين؟ الوزارة الأهلي. أنا تحدثت مع الوزير السابق تليفونيا فور تقديم الأهلي. هذا الخطاب وقلت له معالي الوزير مش كل موضوع هيتحل انك تسيبه حل نفسه، لديك طلب من النادي الاهلي ابعت لجنه تحقق. بيقول لك ارجوك تعالى فتش. انا قال لي رد ما استوعبتوش الا بعدين. حتى كان قاعد جنبي الاستاذ العمري فاروق وانا بكلم المهندس خالد عبد ما كانش يعرف ان انا هكلم المهندس خالد يعني، وفوجئ. حتى انا قلت له انا معلش انا بقى دي مبادره شخصيه. قلت له بكره لازم يبقى في لجنه في النادي الاهلي، انت ليه بتسيب النادي الاهلي في الهوا في الطل لكل واحد عايز ينهش فيه؟ ابعت لجنه، الاهلي واثق في موقفه يا سيدي، اوعى تتصور النادي الاهلي بعت لك جواب كده عشان يعني انت تجمده فيبان ان الاهلي بريء. لا، الاهلي يا مدان يا بريء، انت اللي هتقول. وانا بقول لك الاهلي موقفه سليم. قام قال لي كابتن عادلي احنا مش هنتعرض لضغوط ومش هنجامل حد. قلت له محدش عايزك تجامل حد. ايوه. انت عشان ما تجاملش حد تعمل ايه؟ تبعت لجنه حقيقيه. هو انا بقول لك ابعت لجنه صوريه؟ في ايه يا دكتور باشمهندس خالد؟ في ايه؟ ولا ده كان في دماغك في ايه؟ ولا انت فضلت الاربع سنين يا باشمهندس خالد ها؟ بتفهمنا انك بتشتغل سياسة في امور النادي الاهلي وانت تعني ان يكبل الاهلي بكل هذه المشاكل وتقوده في كل هذه المسارات الخاطئة. انا يعني مش من الشهامة دلوقتي ان انا ادوس في الحتة دي، لكن انا مندهش جدا. وانا بقول للدكتور اشرف صبحي من فضلك يا دكتور هذه لجنة يجب، زي ما انت بعت الاتحاد الكوره كده تاني يوم ولا تالت يوم انت بعت الاتحاد الكوره النهارده بدأ تريد ان تسعى الى الحقيقه وعايز الراي العام يرتاح. طيب النهارده لما تيجي تقول لي في محامي جدد الطلب للنيابه، اولا انا مش عارف مصير الطلبات اللي راحت للنيابه قبل كده ايه. يعني هي اتهامات اعلاميه وتشهير بالاهلي وشوشره. طبعا تشهير بالاهلي مش اكتر من كده. طبعا فانا الذي يستطيع ان يغلق هذا الملف، والله العظيم لو ان هناك انحرافا في الاهلي ما حد هيدافع عنه فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته. طبعا طبعا طبعا. لكن لو موقف الاهلي سليم يجب ان الدوله تفخر بالاهلي وتقف ان عنده مؤسسه لا يمكن اختراقها ولا يمكن تلويثها. طب ده يثبت ازاي؟ يثبت باللجنه دي. طب عدم ارسال لجنه معناها ايه؟ علامه استفهام. هل في اراده ان يظل الاهلي مدان اعلاميا؟ مدان اعلاميا؟ هل هذه هي الرغبه؟ أن يظل الأهلي بعد ما كان فيه مشاكل في حتة فجأة طفت اللمض وفي يوم في يوم يا ربي كل مشاكل الزمالك انتهى كله وانتهى. هنسيب السوشيال ميديا تحاكم الأهلي وتشهر بيه والمحامين يحاكموا الأهلي؟ شوية محامين كل واحد عايز يشتهر وعايز يتمنظر أوكي. أو مقتنع أنا مش هخش في لا لا هي منظرة في ضمائر الناس لكن منظرة. أنا اللي عايز أقوله لا هو شغله واحد مكلفه عايز يشتغل. طب ما أنا أقول له يا عمي أدي رد الدولة حتى وكيل النيابة أدي موقف اللجان المختصة حتى وكيل النيابة لما يجي له طلب زي كده يشعر أنه طلب غير جاد. طبعا هو إحنا ليه عايزين الأهلي يقع هذا؟ هل في حد يهمه أن الأهلي يفضل كده في هذه البلبلة؟ طيب بص بقى مصر لدي اعداء من الخارج يتامرون علي طبعا ومش عايزين لها الاستقرار طبعا وعايزين يضغطوا عليها عشان تقبل حلول هي مش هتوافق عليها اي لدي اعداء اقليميين صحيح بيقوموا بنفس الدور وبيزودوا عليه انه بيصدروا لك ارهاب وبيصدروا لك مشاكل اقتصاديه لديها أعداء داخليين. الأعداء الداخليين دول حكم سابق ينتقم من الحكم الحالي
بعض الايديولوجيات اللي هي على طول في اي مناسبه تجد متنفس كده انها تقول انا موجوده وبس. بعض الناس اللي اللي هي ممكن تكون زعلانه فعلا وبتحتاج باستمرار انها تعترض يعني. ولكن الذي صمد بالمصر حتى الان رغم ان في قرارات جريئه جدا وقرارات صعبه جدا والشعب تحمل جدا هو اراده ووعي ومسؤوليه هذا الشعب. استطاع ان يحافظ على مصر حتى الان. صحيح صحيح. هذا الشعب الذي يتحمل كل الاعباء وبعدين يعاتب عتاب المحب بقى او الحريص أو الذي يثق في مصداقيه قيادته فيقول لها ايه؟ والله تعبنا. والله العظيم الحكايه بقت صعبه جدا علينا. يا جماعه ما نقدرش اكتر من كده. يقوم القياده تقول لهم اصبروا وتحاول تصلح من تحت لفوق. وتبقى في شريحه في النص هي اللي تعبانه. طيب زي بعضه. ويثقوا في قيادتهم ويدعموها فيتحملوا ويخرجوا بمصر الامان. سنتين ثلاثه اربعه اذا قدرنا نتحمل ده هتلاقي مصر في مكانتها التي تستحقها وفي اقتصادها الذي تستحقه وكل الناس باذن الله تبقى في ظروف افضل. طيب الاهلي بقى وانا بتكلم في السياسه لا انا بتكلم في الاهلي. يتعرض الاهلي لكل انواع الهجوم من نظام سابق كان يحكمه بآلياته بإعلامه. بلجيكا كسب 3-2 وخلص 3-2 خلصها بأصولها ماشي بس بخلع الدرس خلص في الدقيقة 94 يا الله. دي 94 دي غيرت مسار المنتخب المونديال كأس العالم طبعا. فأنا بقول لك الأهلي يتعرض على نفس النسق وده هيقودنا للعنوان اللي احنا مختارينه. جمهوره حماه مش بس حماه جمهور وهقول ازاي بس سنده مش جمهور حماه عشان يقعد ينظر عليه الاهلي وجمهور حماه هقول لك ازاي. ايوه الاهلي يتعرض من نظام سابق يشعر بالمراره من خلال ادواته الاعلاميه وبعض الانصار ان والله زي ما انتم فاكرين نفسكم جبتوا الحل لا انتوا جبتوا المشكله وان النظام الجديد ده فاشل ومش هيكمل ورهان اصبح الرهان ان النظام الجديد في الاهلي ما يكملش مدته نفس الرهان هو نفس الرهان ايوه انه ما يكملش مدته مش من خلال القضاء بقى زي ما كان غيره بيعمل لا ده من خلال خلق المشاكل والتحالفات التي تدور الان. هو الاهلي بيتعرض لايه دلوقتي؟ هذا النظام السابق بآلياته اللي بدأ بعضها يطل علينا من جديد اهلا وسهلا. كانوا تحت الارض وبداوا يكتبوا وابوا على وش الارض. انا سعيد بظهورهم في المشهد على وش الارض تاني حتى نستطيع ان نرى ما يفعلوه حتى يستطيع جمهور الاهلي معنا ان يرصد ما يفعلوه حتى وان كان هؤلاء الكارهين للنادي الاهلي الذين وجدوا في غفله من الزمن فرصه لاختراق النادي الاهلي يعاني منها النادي الاهلي حتى اليوم. النهارده مقالات بتتكتب تاني في نفس الاماكن وهنتشتم تاني وهيتتبعونا في الصغيره والكبيره لكن مين قال ان احنا على راسنا بطحه ولا احنا هنخاف ولا احنا هيفرق معانا. ايضا منافسين منافسين مجننهم فكره تقاليد وقيم النادي الاهلي مش نتائجه. النتائج قالوا لك دي نتائج حرام وعمالين بايه اقنع نفسك اصل هو بيترقى عشان مراته صاحبه مرات المدير اصل انا هو منافق وانا راجل دغري اصل هو ما بيشوفش بقى الكورسات اللي بياخدها الراجل اللي بيترقى ده ولا بيشوف الكمبيوتر اللي بيتعلمه ولا التطوير اللي بيعمله في نفسه فيلتحموا في هدف واحد ضرب هذا المجلس اللي هم السابقين المتنافسين خلينا نضيف لك الكائدين في متغير في النص في كيد انا يعني عشان ما يبقاش الكلام مقفول قوي وده اللي انا كنت خايف منه من اول يوم. لقد وضعنا الخصوم مش المنافسين حيث ارادوا في التوقيت اللي ارادوه من خلال جزء من جماهيرنا. البعض الذي ساءوا هذا الاقتراب بين
الشيخ تركي والنادي الاهلي والوعود والاحلام الكبيره جدا مكانه هيتركوا هذا الامر يمر. قالوا بقى من الالفاظ وقالوا بقى مش عارف ايه ودارت الوقيعه وتسميم الابار وتويته هنا وتويته هنا وفي الاخر انت عارف مين اللي بيكتب هنا وعارف مين اللي بيكتب هنا لحد ما انتهى الامر خلاص الى فراق او على الاقل ايقاف هذا الامر عشان نبتدي ننظر من جديد ويقفز هؤلاء المتحفزين عشان يضموا امكانيات جديده الى قدرتهم. انا عايز اقول لجمهور الاهلي الاهلي اغنى مما تظنون. الاهلي يمتلك المليارات ويستطيع ان يحصل عليها ولكن من خلال جمهوره. جمهوره الذي في كل مكان يلاحقني اعملوا لنا اكتتاب وشوفوا هنعمل ايه. اعملوا لنا نظام وشوفوا هنعمل ايه. اللي انتوا عايزينه. عايزين تبنوا الاستاد احنا اللي هنبني لكم الاستاد. ولابد ان يكون هناك آلية قانونية بصياغات معينة نبتدي نفكر بجد في الموضوع ده. اذا جمهور ده حماه. جمهور ده هو الذي سوف يموله. ومحدش هيعرف يلعب في القاعدة الكبيرة، هتعرف تيجي تنقي لك شوية نماذج من المنظرين أو المترددين أو الجداد اللي ما يعرفوش عن النادي الأهلي، ها؟ تستخدمهم لحد ما ربنا يهديهم ويفوقوا ويعرفوا إن إذا كانوا بيحبوا الأهلي يحبوه بالطريقة اللي لقوا بيها. ده من ناحية الاقتصادية. طيب من ناحية يعني أنا النهاردة لو أنا عايز أنا دخلت بقى في شهر يناير. خمس لعيبة، طب هجيبهم منين؟ محتاج 100 مليون جنيه على الأقل. مش كل المدخولات اللي تجيلي هصرفها. على إضافات مش عارف هتعمل إيه. ولكن أنا متأكد جمهورك يقول لك أنا أجيبهم لك. بس وأنت جمهوري بقى بتدعم النادي الأهلي أوعى تعتبر نفسك اشتريته أنت كمان. اوعى تفكر لحظة انك تخرج بره المربع بتاعك انك انت تيجي تقول ده احنا اللي جبنا لكم ده احنا اللي مش عايزين. اي واحد هيدفع مليم للنادي الاهلي عشان يعايره من جماهير النادي الاهلي عشان يعايره او يثبت لنفسه حق على ادارته لا خليك انت اللي عايزه هو ولا اللي فيه. عايزه بيفوض المسؤول اللي بيجي بشكل رسمي عشان يظل الاداء منضبط. في حاجات في الكواليس الناس ما تعرفهاش. هو ده اللي كشف بين الفرق بين المال النبيل في الدعم والمال الخبيث الطامع. ايوه هو ده اللي خلى الاهلي يلفظ هذا ويتمسك. اذا انت برضو احنا بنتكلم اهو في شروط الجمهور وحمايه في الحالات دي يبقى حماه. طيب انت هتشجع لازم الجمهور يرجع. لازم الجمهور يرجع. اصل التردد في رجوع الجمهور ملوش الا معنى واحد او اكتر من معنى. لا خلينا نقول اكتر من معنى. معنى ان في حاجات خفيه احنا ما نعرفهاش ما زالت تخلي رجوع جماهير محل قلق. ممكن يكون بعضها ما يحدث من توترات على الساحه وان الجمهور ممكن يجي يشتم حد. طب ما احنا يا جمهور الاهلي عايزين نطمن الناس عشان تقدر تيجي تقف انت مع فرقتك. انا ماليش دعوه انا هبقى مع فرقتي بس. لا هعمل يافطه مسيئه لحد ولا هشتم حد ولا هلقح على حد. انا بتاع الاهلي. لو ضمن جمهور او الجمهور قدم لنا الضمانه دي انا مع عوده الجمهور بكره الصبح عشان يستفيد الاهلي من سلاح هو محروم منه. ادي الموقف الداعم. على المستوى السياسي مالكش دعوه بسياسه الاهلي خالص. اوعى تمسك كرباج تجلد بيه مبادئ النادي الاهلي او كرباج المبادئ لجلد النادي الاهلي. حد كتبها عجبتني يعني كتبها على الفيسبوك. اوعى تمسك كرباج المبادئ لجلد النادي الاهلي. انا مش هقول لك انا مربيك كويس عشان تبتدي تناقشني في كل قرار اخده معاك. انت ربيتني على كده انت ربيتني على كده. لا انت ما يبقى انت ما فهمتش انا ربيتك على ايه. اول ما تقول لي انت ربيتني على كده وتجادلني يبقى انت خرقت ميثاق التربيه اللي بيني وبينك. صحيح. انا الاب اوعى تناقشني في قراري معاك الا من الناحيه الموضوعيه. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ انما عشان تجلدني بيه انت ما علمتنيش كده وتتجرع عليا بيه يوم ما تنطقها يبقى انا ما ربيتكش.
صح ولا غلط يا استاذ ابراهيم؟ صحيح. فجمهورنا حماه بحيث انه يقف في ظهر فرقته، يثق في قراراتها. يعني هو متصورين ان لجنه كره برئاسه الخطيب وعضويه كابتن زيزو وكابتن علاء عبد الصادق وعلاء عبد الصادق وياخدوا راي ناس ثانيه، واخد بالك؟ والنهارده في كل الاضافات التي حدثت في مجال الكوره سواء فنيه او اداريه اضافات ايجابيه. لما يجي فضل كابتن محمد فضل، انا اللي اقول لك بقى، لان انا بيشتغل معايا بشكل يومي. وانا واعد جدا، واعد سيتجاوز كل المعايير اللي الناس حطاها ما شاء الله، وهيبقى افضل مني باذن الله ما شاء الله. انا كنت املك الاخلاص بس ما كانش فيه نظام، هو هيلاقي النظام، واخد بالك؟ ومخلص جدا، ومخلص وفاهم ومحامي وانجليزي ما فيش ناقصه حاجه، وشخصيه ويملى العين، شاب محترم وراجل عنده مسؤوليه في ظرفه والشائك كان موجود. صحيح صحيح، مفيش ملف بيكلف بيه الا ما بيعمله، تتكلم معاه تجد التوافق بمجرد ما نتناقش، اقول له انا شايف كده، يقول لي انا شايف كده، اقول له بس خلي بالك عشان كذا، عندك حق يا كابتن، لا غضاضة ولا حساسيات ولا انا ندم وانت لا 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 فضل. خلاص طيب، نخش بقى على جهاز الكورة. واضح ان في تجانس، كارتيرون، محمد يوسف، سامي قمصان. طيب الناس هتقول سامي قمصان ده راجل طيب، مطلوب الراجل التاني يبقى راجل طيب، مطلوب. ما هو لو كله طموح هي 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 الطموحات ستتعارض، لكن ده جاي يتعلم. وسامي طموح طموح بهدوء بأدب. طبعا بيفكرني بمسيرة احمد ايوب، وكان لعيب كويس. طبعا. الجهاز ليندمان مخطط اعمال، راجل عنده خبرته. صحيح. في حتى المترجم راجل عمرو محب كان عنده تجربه قبل كده. اعتقد كان مترجم يمكن جيرار جيلي، مش فاكر، ماسك المنتخب يكون كده. انما في كل الاحوال انا بقول لك، ادي تخش بقى على الناشئين، وهنا الثوره الكبرى. النهارده كابتن فتحي مبروك مسؤول عن القطاع، ولكن المسؤول الفني عن القطاع هاني رمزي. خبرة تانية، خبرة فنية بقى، ركز لي في الناحية الفنية. مالكش دعوة هاي مشاكل فنية حديثة ولا تنظيم. مالكش دعوة يا كابتن هاني، اتفرغ للناحية الفنية. واتفرغ للناحية الفنية اللي هي جزء منها ايه؟ وضع الاستراحة، مناسب ولا مش مناسب؟ تخلق انسان سوي ولا ما تخلقش انسان سوي؟ تخلق شاب يعرف ياكل ويشرب ويذاكر ويحب زمايله ويحب الاهل ولا لا؟ يجب اضافة جزء ان احنا نجيب النماذج الطيبة يقعدوا مع اولادنا كل شهر كده يكلموهم عن النادي الاهلي، فيعرفوا من خلالهم تاريخ النادي الاهلي. لا كابتن حسام قاعد مع الناشئين دول غالي، لا كابتن متعب قاعد مع الناشئين. عايز اقول لك ان حسام غالي دلوقتي محل رغبه اتحاد الكوره. والنبي يبعدوا عننا شويه، بس هنجهزه لكم، بس سيبوه شويه. قال لك ما حدش هيعيد الانضباط لفريق المنتخب الا مدير جهاز زي حسام. يعني ما عارف انه هيعمل انضباط، ما خدوش ليه من الاول. ده هيعوم على عوم الجماهير بقى. سيبولنا حسام شوي. كابتن عادل عبد الرحمن راجل مدير فني، مسك فرق في الخليج، فرق النهارده هو نجح مع العم السن ده بالذات. النهارده هو لا سن ايه ده، تجاوز السن ده خلاص. ده بقى مدير فني، يعني يستطيع ان هو يجي يقول ايه انا بقيت مدير فني؟ لا، اذا عايز تشغلني اشتغل، انا مدير فني النادي الاهلي. فأن يقبل يمسك مرحلة زي دي، هو مدرك مسؤوليته وأهميتها. وتشكيل القطاع كله من خلال الاتصال بيه، راجل سلس وبيتبادل المعلومات وبيقول رأيه بصراحة وبيقبل الآراء الأخرى، وعنده طموح وعنده بتاع. عمرو أنور انبسطت جدا لما أضيف. جدا. ده سبحان الله، ده الجيل ده، هاني رمزي وعادل عبد الرحمن وعمرو أنور. انبسطت جدا لأن عمرو أنور ده نموذج، على قد ما كان لعيب يبان إن هو كان متعب او كان حساس او كان روحه في مناخيره، لا ده مسؤول قوي قوي. ده مسؤول قوي، مدرب هايل، خالد بيبو يمسك الاكاديميات يا جماعه. هذا تطوير. ده الجديد ده، انا سمعت ان امير عبد الحميد كمان اعلن اعتزاله وهيشتغل في فرع اكاديميه الاهلي في الشيخ زايد. لم اولادك بقى الموهوبين اللي بيحبوا الاهلي بجد، شوف الكوادر، اللي شاربين، شوف صناعه الكوادر. ويا ريت نعمل كده في الاعلام.
لحسن الإعلام مخوفنا يا أستاذ إبراهيم. الإعلام ليه ضروري هنرجع له، بس كمان هنسافر إلى هناك إلى أوكرانيا وسلوفينيا عشان نشوف معسكر الأهلي إيه اللي حاصل فيه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل أنه لابد من الاطمئنان على بعثة النادي الأهلي اللي غادرت القاهرة ظهر اليوم متوجهة إلى كرواتيا. هتقيم في معسكر ما بين كرواتيا وسلوفينيا لمدة 12 يوم تقريبا أو 10 أيام لغاية المباراة الأولى للأهلي أمام تاونشيب البوتسواني اللي هتبقى يوم 17 هذا الشهر إن شاء الله، يعني كمان 15 يوم بالضبط. هذه المباراة اللي هيستهل بيها الأهلي مشواره مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون. البعثة سافرت بسلامة الله، وصلت إلى معسكر كرواتيا. الأهلي هيخوض خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى هتكون ضد بطل كأس الدوري السلوفيني أولمبيجا، دي هتبقى يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله 6 يوليو. المباراة الثانية ضد كراسنودار صاحب المركز الرابع في الدوري الروسي، ودي هتبقى يوم 6 يوليو إن شاء الله أو 9 يوليو بإذن الله. مروان محسن وبكماني هيلحقوا بالبعثة إن شاء الله في كرواتيا بعد إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة. كمان هيلحق بالبعثة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد فتحي، الدوليين هيلحقوا بيهم إن شاء الله يوم 5 هذا الشهر، وده في الوقت اللي تقرر فيه إنه كمان عمرو محب المترجم الخاص بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هيلحق بالبعثة خلال ساعات. لكن من القرارات التربوية قبيل السفر، المدير الفني الفرنسي كارتيرون استبعد أحمد حمدي لأسباب تخص عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالجهاز الفني. دي آخر الأخبار يا باشمهندس. عندك تعليق قبل ما أسألك السؤال المهم؟ لا، عايزين نعرف من هناك الأوضاع، لأن في أمور تانية هنرجع لها. لسه بنتكلم على الإعلام والدور جاي، وكمان كنا بنتكلم في الفاصل من أهم وسائل ومسؤوليات الجماهير. كنت بتقول لي وأنا بقول لك إنها هو دي في لحظة خروجه من التمرين ولا إيه؟ لا، دي لقطات عامة. دي ملهاش علاقة بالحدث، ملهاش علاقة بالموقف. طيب إحنا إن جمهوره بدل ما يلتفت إنه يقعد يمسيل وينتقد ويدي فرص للخصوم إنها تتصيد لنا بجماهيرنا، لا، يبقى داعم لقرارات المجلس، وهو متأكد ان المجلس سوف يكون حريصا على الاهلي وتقاليده. طيب نروح كرواتيا، يلا بينا. بس موفد قناة الاهلي الى معسكر الفريق بكرواتيا امير هشام. امير اهلا بيك. تحياتي ليك استاذ ابراهيم، وتحياتي المهندس عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. اهلا بيك امير. طمنا ايه الاجراءات من لحظة الوصول، ايه اللي تم؟ طيب خليني في البدايه اجيب لك الرحله من الاول. طبعا الفريق اتحرك من مطار القاهره 8:02 ظهرا، وصل لمطار زغرب في كرواتيا بالتحديد بعد 3:05. بعدين على طول الفريق انتقل لاتوبيس اشخاص متجها للكوكتيل اللي هو متواجد على الحدود مع سلوفينيا. يمكن الطريق استغرق حوالي 2:30 بالتحديد. وصل الفريق طبعا كابتن محمد يوسف ومستر كاتشف كاتيرون قرروا ان ما يكونش في مران النهارده. كان في تفكير ان يكون في تدريب، لكن الجهاز الفني فضل ان ما يكونش في مران تجنبا للاجتهاد بالنسبه للاعبين عقد السفر، فبالتالي النهارده خلاص ما فيش مران. لكن اول ما وصل الجهاز الفني للاوتيل كان في اجتماع ما بين مستر كاتشف كاتيرون وبقيه اعضاء الجهاز الفني، ويمكن او اكيد كانوا بيحطوا بعض الترتيبات الخاصه في المعسكر الاجتماعي. يمكن قعد حوالي نصف ساعة بالتحديد. بعديها مباشرة كان في ميعاد العشاء بالنسبة للاعبين والجهاز الفني. خلصوا العشاء، الجهاز الفني بالتحديد قعد يتفرج على مباراة بلجيكا واليابان، وانتهت منذ قليل في مباراة مثيرة جدا بنتيجة 3-2. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد. بكره ان شاء الله هيكون في مران صباحي الساعه 8 الصبح. خليني اقول لك بس يا باشمهندس كابتن استاذ ابراهيم ان التوقيت في مصر زي في روسيا بالظبط، يعني دلوقتي مثلا الساعه 10:30 في مصر، ايضا في روسيا طبعا 10:30 ايضا، فالتوقيت واحد.
فبالتالي بكره ان شاء الله هيكون في مران الساعه 8 الصبح، ومران اخر هيكون في كمان الساعه 5 مساء. ده كل ما يخص البعثه. الامور ماشيه بشكل جيد جدا. درجه الحراره يمكن جيده جدا، لما وصلنا كان درجه الحراره حوالي 24 او 25 درجه مئويه. انا اعتقد الجو جيد جدا بالنسبه للمعسكر بالليل، بس الدنيا بتسقع شويه، بتبقى درجه الحراره يعني حوالي 11 او 12 درجه مئويه. الاجواء هادئه جدا جدا. مقر المعسكر او مقر اقامه الفريق ومكان المعسكر جيد جدا ولائق جدا بالنسبه للفريق، خصوصا ان الفريق طبعا ممكن او المرحله دي المرحله الثالثه والاخيره في فتره الاعداد الخاصه بالنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. وايضا الفتره دي او المكان مخصص لمعسكر جيد جدا ولائق بالنسبه للفريق لتحديات مهمه جدا، وبطوله دوري ابطال افريقيا والعوده للدمار. هذه البطوله من الدوري الثالثه امام فريق داون شيب يوم 17 ان شاء الله. طيب امير، من المواقف العالقه اللي الناس يعني سالت عليها مع سفر البعثه قرار تربوي ضد اللاعب احمد حمدي واستبعاده، ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب هو احنا يعني الجهاز الفني طبعا بقياده مستر باتش بدرون كابتن محمد شافوا ان احمد حمدي ما كانش ملتزم بالشكل الكافي خلال معسكر اسكندريه بالتحديد خلال الفتره اللي فاتت، فكان قرار تربوي بالنسبه لهم ان هم ما يجيبوش اللاعب للمعسكر ويتم استبعاده، علشان يكون يعني زي درس بالنسبه لاحمد حمدي عشان يقدر ان هو يلتزم بشكل اكبر خلال الفتره اللي جايه. طبعا احمد حمدي يمكن قريب صغير شويه في السن، فلسه مش مدرك بعض الامور، فاعتقد قرار زي ده هيفرق معاه ان شاء الله في مسيرته الكرويه. طيب يعني خليني برضو خليني يعني اعرف عدم التزامه بالتعليمات الجهاز الفني، تعليمات فنيه ولا تعليمات اداريه ولا ايه؟ يعني اعتقادي انا يا كابتن ابراهيم، يعني احنا طبعا كابتن محمد يوسف ما قالش السبب بالتحديد بالظبط ايه، لكن اعتقد من النواحي الفنيه ومن النواحي الاداريه، يعني اعتقد من الاثنين ده اللي واضح يعني. لكن كابتن محمد يوسف مش مركز باي شيء بشكل رسمي في اتجاه احمد حمدي يعني، لكن هو الموضوع خلاص تم استبعاده المعسكر، هو مش متواجد معانا، فبالتالي ده قرار تربوي طبعا منهم، واكيد قرار يحترم، وهم اكيد شايفين بشكل اكبر مصلحه انه ده تقويمه والاستفاده من كفاءته ان شاء الله. يا تقويم وتحفيزه، اصل مش ضروري يكون في سوء سلوك، لكن في عدم تركيز. يعني انت لعيب جات لك فرصه، زمايلك كلهم اللي طلعوا معاك مركزين قوي، انت واخدها ببساطه او ضامن او حسيت انك ضامن مكانك يعني. فدي رساله، ما فيش مشكله، مش بالضروره يكون فيها شيء يعني. طب الفتره دي هيتمرن مع فرقته بقى في القطاع الناشئين؟ طبعا طبعا، مش موقوف هو. اكيد طبعا اكيد طبعا، هيكون متواجد في فرقته في قطاع الناشئين، هيتمرن معاهم لغايه لما الفريق ان شاء الله يعود. امير امير بقول لك انا عدلي، هل جات لك فرصه تتكلم مع مستر كارتيرون في اي انطباعاته عن اللعيبه، انطباعاته عن الموسم اللي جاي؟ جات فرصة في كده ولا لسه يعني؟ لا حتى الآن لسه مش فرصة إن أنا ما حددتش فرصة إن أنا أتكلم مع مستر باتش ستارسلون، لكن الراجل أكيد واضح من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالأمس ومن خلال المعلومات اللي أنا قدرت أعرفها إن هو الراجل مبسوط جدا بإمكانيات اللعيبة بشكل عام، وهو شايف إن الإمكانيات دي هتقدر تأهل الفريق وتقدر تخلي الفريق إن هو يرجع ينافس بطولة دوري أبطال أفريقيا. كابتن عادل وخصوصا بعد البداية يمكن مش موفقه بالنسبه للنادي الاهلي اول مباراتين في بطوله دوري ابطال افريقيا ودوري المجموعات ودوري 16، فبالتالي الراجل مبسوط بالامكانيات اللي موجوده عنده، شايف ان عنده لاعبين جدا عندهم مقومات كويسه في النادي الاهلي، وده شيء طبيعي، واحنا كلنا عارفين ومتعودين النادي الاهلي دايما بيبقى عنده احسن قايمه من اللاعبين في مصر، فالراجل لا ما عندوش يعني اي تحفظات على اللاعبين، بالعكس من امكانياته والتزامهم كمان بشكل كبير جدا. طيب وليد ازارو كان الفتره اللي فاتت محل اهتمامات ناس كتيره، اتاخر، خد عقوبه، عايز يمشي، انت حاسس بالوضع العام بالنسبه له ايه جوه الفريق؟ طيب خليني اقول لحضرتك استاذ ابراهيم بكل صراحه، يعني انا اتكلمت مع وليد ازارو النهارده، يعني حاولت افهم منه ايه الاسباب ان هو مثلا كان خايف على مباراه الشمس، المباراه الوديه، وعرفت تفهم المغربي ولا ما عرفتش تفهم مغربي او حاجه؟ لا هو على فكره بيتكلم مصري على فكره عادي، بس هو حسب المود بتاعه. فهمت منه ان هو لا بيقول ان هو في عرض في النادي الاهلي، هو حدد انه يكمل في النادي الاهلي، وقال ان هو او قال بالتحديد ان هو لسه هيقعد مع الكابتن محمد شريف عشان يشوفوا ايه اللي ماسكهم خلال المرحله المقبله، لكن كل اللي استشفيته من وليد ازارو وهو متواجد في معسكر الفريق وملتزم بشكل كبير جدا، كل اللي استشفيته منه ان هو الراجل عايز يكمل في النادي الاهلي، مبسوط من سيارته
في النادي الاهلي. ممكن يكون في بعض الامور الخاصه بيه ما بينه وما بين جهاز الكوره في النادي ولجنه الكوره، دي ممكن تبقى حاجه خاصه احنا اكيد ما نقدرش نتكلم فيها، حاجات تخص وليد ازارو ووجهه نظر ممكن تخص الجهاز الفني، تخص لجنه الكوره في النادي الاهلي، الكلام ده كله اكيد هيكون ما بينهم وما بين بعض، لكن الراجل اللي اقدر اكده كل جمهور النادي الاهلي. احنا كل اللي يهمنا يا في النادي الاهلي خلال الفتره يا امير، كل اللي يهمنا ان التزام اللعيبه وانتظامهم وحالتهم المعنويه، اذا كانوا الثلاثه دول موجودين عند وليد اي امور خاصه تتعلق به بمصالحه يحطها على جنب، لكن يدي فريقه حقه وبمنتهى الحماس والاخلاص، لان انا الحقيقه من السنه اللي فاتت شايفه عنصر سليم، شخصيته سليمه يعني، مش بتاع مشاكل، فارجو ان هو بس هي الزغلاله بقى، الزغلاله بتاعت الوضع الراهن يعني. بالظبط حضرتك اكيد يا كابتن عدلي عارف كويس جدا ان اي لعيب ممكن يجيله عروض، خصوصا ان لاعب يكون متواجد في النادي الاهلي، وواحد زي وليد ازارو وكان هداف الدوري السنه اللي فاتت وقدم موسم اكثر من رائع مع النادي الاهلي، كان هداف افريقيا كمان مع النادي الاهلي، فبالتالي طبيعي ان يجيله عروض، طبيعي ان يجيله اجراءات ماديه خاصه بيه هو، بس اي واحد ممكن يفكر ده شيء طبيعي مع موضوع عرض وطلب يعني، لكن الامور اللي خاصه بوليد ازارو مع لجنه الكوره اكيد ومع الجهاز الفني اكيد هيكون في حديث خلال الفتره المقبله، لكن اقدر اقولك ان الناحيه المعنويه عند وليد ازارو كويسه جدا، الناحيه ان هو عايز يقدر او عايز يحقق مع النادي الاهلي المزيد من البطولات ده شيء اكيد متواجد عنده، ولمست حماسه كمان الشديد ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، يعني ده كل ما يخص وليد ازارو، والراجل موجود في المعسكر ملتزم كمان، الناحيه الالتزاميه له جيده جدا ومركز بشكل كبير جدا ومفيش اي مشكله. ماتشين وديين هيلعبهم الاهلي يوم 6 ويوم 9 مش كده؟ يوم 6 ويوم 9 والماتشين هيكونوا في سلوفينيا، احنا دلوقتي موجودين على الحدود ما بين كرواتيا او احنا بالتحديد داخل دوله كرواتيا بس على الحدود مع سلوفينيا، التحرك هيكون يوم 6 ان شاء الله، الفريق هيروح خلال ساعتين من كرواتيا لسلوفينيا، هيخش عن طريق الفردي، عن طريق الفردي هيخش هيلعب مباراه وديه مع احدى الفرق السلوفينيه، وايضا يوم 9 هيكون نفس القصه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يختم في المباراه الاخيره فتره الاعداد الخاصه فيه وبالتحديد فتره الاعداد والمرحله الثالثه بالتحديد في كرواتيا عشان يرجع ان شاء الله مصر يوم 10 يستأنس او يواصل استعداداته الهامه جدا لمباراتي تاون شيب سواء يوم 17 او يوم 27، وخليني اقول لك يا كابتن عادل يا كابتن ابراهيم ان جدا 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 من الجهاز الفني ومن اللاعبين ان هم ان شاء الله يقدروا يتخطوا العقبه بتاعت فريق تاون شيب عشان نرجع للمنافسه بشكل جيد او بشكل قوي، ونقدر ان احنا ننافس على طول دوري ابطال افريقيا، وهي خصوصا ان هم مدركين كويس جدا ان الهدف الاساسي لجمهور النادي الاهلي هو طول دوري ابطال افريقيا رغم الظروف الصعبه اللي بيمر فيها النادي الاهلي في البطوله، لكن ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين عندهم المقدره الكافيه ان هم يتخطوا هذه الصعاب ويقدروا يكملوا في طول دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله يا امير بنشكرك شكرا، وصل لهم تحياتنا بقى وكل الامنيات الطيبه باذن الله. شكرا لزميل امير هشام موفد قناه الاهلي، والله يشوف هو امير له معسكر الفريق بكرواتيا، يعني كنت عايز اساله في فرق توقيت لقيته بيقول هي نفس التوقيت، لا يعني لقيته بيقول كنت عايز اساله عن الطقس لقيته بيقول هو الولد مجتهد بقت فيه خبره. طيب بمناسبه وليد ازارو، كلام عن تلقي الاهلي عرض كبير، في الاول كان الكلام عن نادي صيني عارض 7 مليون يورو يعني 140 مليون جنيه، ثم زويد هذا العرض الى يورو ولا دولار، هو مكتوب مره 9.5 الجديد 9.5 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات، 9.5 مليون دولار زي 7 مليون يورو امتيازات اخرى تصل قيمتها ل 500,000 دولار ليصبح اجمالي عرض شراء اللاعب يتراوح بين 200 مليون جنيه مصري، يبقى يورو لنادي الصين، يبقى يورو نادي هابي فورشان الصيني. ايه القصه بقى انت مسؤول؟ لا ما فيش قصه، فجايين عروض من الصين والصين بتدفع لكن لابد وانت بتدرس حاجه زي كده بتدرس بتتوائم احتياجاتك الفنيه، هل طب انت لو خرج وليد هيعمل خلل فني شكله ايه، هل يمكن اصعادته ولا لا، هي دي يعني هو طبعا اي فرقه في العالم بتدير نفسها ازاي انها تربح ماديا وتربح فنيا، لو حققت المعادله دي انت ماشي صح، لو حاجه على حساب حاجه بتبقى يبقى الاساس فني،
ما هو ما انا لسه جاي لك. طب لو حاجه على حساب حاجه خد بقى اهون الاضرار. خلي الاساس فني. فاهمني؟ يعني افرض ان انا هبيع ب 5 مليون وهشتري ب 4 مليون ونص في حد ما اناش عارفه. لا يعني ما اعملهاش. في كل الاحوال دي قرارات معقده شويه وهي محل بحث جامد ولن يحدث الا ما هو في صالح النادي الاهلي. يعني لن يبت في هذا الامر. طيب مش ضروري تاخدها بقى بالشكل الخبري معايا. طيب انت كنت بتتكلم من بدري على اهميه عوده الجمهور. النهارده كان في زياره مهمه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لوزاره الشباب ولقاء الوزير الدكتور اشرف صبحي. كابتن الخطيب قال انه المؤسسات الرياضيه مطالبه بدعم وزاره الشباب والرياضه في الوفاء والقيام بمهامها. دي لقطات من لقاء مجلس اداره النادي او كابتن الخطيب مع اعضاء مجلس اداره النادي ثم التوجه الى مقر الوزاره. وها هنا ودي اللقطه الوزير الدكتور اشرف صبحي في استقباله لمجلس اداره النادي. ده ردا للزياره اللي الوزير كان فور توليه المهمه حرص على الحضور للنادي الاهلي ولقاء مجلس الاداره يوم 19 الماضي. ثم رد المجلس هذه الزياره بزياره وصفها الكابتن الخطيب انها مهمه في دعم مهمه ورساله وزاره الشباب والرياضه. دعني اتوقف قدام ملاحظه مهمه جدا. ايوه. في موضوع تبادل الزيارات ده. تبادل الزيارات اول مره بروتوكوليا وزير يروح يزور اولا يبادر بالزياره. بتدل على حاجتين مهمين جدا. تواضع، مصداقيه للعمل. ايوه ما عادش يحسبها بقى انا الوزير ويقولي وسلم عليك وانا قاعد على المكتب وما اوصلكش لحد الاسانسير زي ما حصل قبل كده مع ناس واحط رجل على رجل في وشك وانت قاعد عشان يعني ابين يعني ان انا انما أنا الراجل جاي بيقول انا عندي مسؤوليه عايز انجح فيها. ايوه. فعمل زيارات ميدانيه للانديه اللي هي الروافد اللي هتدعمه. لذلك الكابتن خطيب قال الجمله دي بقى. قال انا يعني عايزين نقف ورا الوزير بدعمه ازاي؟ ان انا ما اخلقش مشاكل. أيوة. مش بدعمه يعني هو محتاجني، هو ما بيجيش بالانتخاب. صحيح. انما ما اعملوش مشاكل ملهاش لازمه، ولكن في نفس الوقت هدافع عن حقوقي. وانتظر منه كمان هو يدعمني. ايوه. يعني انا هدعمك وتدعمني في الصح. ايوه. لكن لن افرط ولن اجامل. ايوه. لن افرط ولن اجامل. ليه بقى؟ ومش هضغط، ما انا ممكن في وزير اقعد اضغط عليه بشعبيتي وهوشه طول النهار بيحصل. صحيح. ها؟ صحيح. لكن انا نصيحتي اذا كان لي ان انصح، لان انا اصلي احب الدكتور اشرف. الدكتور اشرف. واتوسم فيه خيرا دائما ما اذكره بالخير، وتعاملت معاه في اتحاد الكوره، تعاملت معاه في دراسات في انجلترا. ايوه. ورا شخص مهذب جدا، مثقف جدا، طمور. لكن بقول له حاجتين. اول حاجه بلاش زيارته للنادي. دي زياره النادي. بلاش من فضلك اعمل معروف، سياسه سيبها تحل نفسها. ثبت فشلها، وثبت انها بتفاقم المشاكل، وثبت ان حتى لو ظاهريا التئم الجرح صحيح يلتئم على تقيح. صحيح. وعلى ورم. سرعان ما يؤلم يقلب خراج. فانت لازم المواجهه، والمواجهه بتسفر عن قرارات، يا صح يا غلط خد قرارك. بالظبط. وانت لو انت متجرد وهتاخد قرار بس في مسطره واحده، هتجد نفسك حتى لو تهاجمت في الاول بعد كده الناس هتقول لا الراجل لا يكيل بمكيالين. ايوه. تاني حاجه اتوقع منه فورا انه يبعت لجنه للنادي الاهلي لاغلاق ملف المزايده على الاهلي وعلى سمعته وعلى مبادئه. بقت دمها تقيل والجمهور نفسه هرشها. واخد بالك؟ لكن نقفلها بقى. نقفلها من قبل لجنه مختصه تقول اللي شافته. بالظبط. يعني لا هي مطلوب ان هي تجامل ولا تبرر. تجامل في ايه؟ ده اصل انت عندك مستندات بس. ادي والموضوع مش كبير قوي.
الموضوع مبالغ محدده، دخلت امتى وامتى وازاي ونظير 1 2 3 4 وكيفيه اعارات لاعبين، هتكتشف منها كل التفاصيل اللي انت عايزها. هتكتشف منها اللي كان في شكل تبرع، اللي كان في شكل اعارات لاعبين، صفقه اللي كان في شكل ثمن انتقالات او اعارات مباريات مباريات. هتبص تلاقي التحليل ده ما يطلع هيريح الدنيا كلها بالظبط. بس اصل هي اهميه هذا الامر يا باشمهندس. كان من الممكن، وانا هنا بتكلم حرصا عن النادي الاهلي، كان من الممكن ان هذا الملف يغلق والناس تنساه لو انه علاقه تركي آل شيخ بالنادي الاهلي توقفت عند حد ايقاف فكره الرئاسه الشرفيه والراجل في السعوديه ما كانش في ملف ساعات اوكي، لكن اما وانه اصبح مستثمرا مصريا او مستثمرا عربيا مهما وفاعلا في الدوري المصري، انت عايز تضيف اليها يعني، فهذه العلاقه تفضل مفتوحه. فبالتالي هنا لا وجبت لا. هنا وجبت طبعا زياره اللجنه علشان ايه؟ ما هو انا بعد كده مش كل مره هيطلع حد يعاير النادي الاهلي، ومش كل حد هيطلع في مناسبه اصل الفلوس راحت فين؟ لا، العلاقه ثبت بهذا الكيان الجديد اللي اتولد مكان النادي الاسيوطي انه دي علاقه ممتده وموجوده. على فكره عايز اقول لك حاجه برضه عشان تبقى في ناس برضه احقاقا للحق، يعني هو الاسيوطي ده هل هو كيان اتخلق نتيجة سوء علاقة أو سوء موقف علشان يتصدى في مواجهة الأهلي؟ أنا هقول لك، أنا مش هجاوب على السؤال بس هقول المعلومة اللي عندي. هو تركي آل شيخ من أول يوم في عز علاقته الطيبة بالنادي الأهلي كان يسعى إلى دعم ورعاية نادي مصري وياخد بإيده، واستقر رأيه في البداية أنه يروح ياخد الترسانة، وكان الترسانة بيخوض معركة تكاد تكون محسومة لصالحه في الصعود، فكان بيتعاقد انه ياخد الفرقة دي ويرمي تقلها وراه. فده تفكير كان عنده، مش نتيجة ان هو بقى مكايدة، لكن الناس ربطت الموضوع لان دلوقتي بقى في موقف، ولان في ناس عمالة تشتغل في النص وتدي تسريبات في كلام يبان منه أنه كان الأهلي هو المعني بهذا الأمر وحده. مش عايزين نبص لدي. أنا هنا قلت إيه؟ أنا مش بحكم، أنا بقول معلومة. انتقل فكره لما الترسانة ما طلعتش إنه ياخد نادي محلي خاص أسهل، لأنه هو لو خد نادي شعبي أو نادي حكومي مش هيقدر برضه يبقى له الأبر هاند عليه. ده هيفتح لنا سكك تانية، لأنك أنت لو فتحت الاستثمار بدون ضوابط في الأندية ممكن ناس تانية تيجي تاخد نادي آخر، وناس ثالثة تيجي تاخد أندية شعبية. طيب هو ده صح ولا غلط؟ صح وغلط. صح لو فضلت حصة الأندية الشعبية في أي عقد أو اتفاق هي الغالبة 51% فما فوق. يعني ايه أندية شعبية؟ أهلي زمالك مصري ضبط مصطلحات. ما أنا بقول لك أهلي زمالك وراه جماهير أهلي زمالك مصري إسماعيلي اتحاد. ممكن أنا أروح أنا كمستثمر المقصة فريق شركة وله شعبية الفيوم نفس الحكاية يعني، بس المقصة وضعه هيبقى أسهل شوية لأنه قراره مش مكبل بقيود من وزارة الشباب بحاجة، يعني ده نادي خاص اسمه هويدي. طب لا ده هو اتنقل من هويدي للمقصة لشركة الأوراق المالية. فخلينا ممكن أنا كاتحاد سكندري يجي لي النهاردة راعي من الإمارات، عندي فرقة باسكت حلوة وعندي فرقة كورة ممكن تبقى حلوة وعندي شعبية كويسة جدا أقف معاه، موافق جدا، بس مقابل أنه يبقى الاتحاد السكندري في الآخر هو الذي يملك النادي ما يتباعش، تبقى حصص المستثمرين تقل عن 51%. طيب هو غلط امتى؟ لو كان هيتعمل في ظل اللائحة المقترحة 10 و11 بتاعت النادي الأهلي النظام الأساسي، إن ما حطش هذا القيد وهذا الشرط في نظامي الأساسي، فيبقى واحد يجي يعمل فيا كده زي إيه؟
اكن انا الاسيوطي بقى، هيسيب لك المباني وهيسيب لك الاعضاء وهيسيب لك الدنيا والكاراتيه والجودو واخد انا الكوره، ولا وممكن ياخدهم اذا كان فيهم مصلحه يعني وياخد الكوره ويجري بيها في حته تانية وانا ماليش اي كلام. تخيل 70 80 مليون واحد، 60 مليون يا سيدي، 50 مليون. هو ما بيحبوا النادي الاهلي ليه يا استاذ ابراهيم؟ عشان هو بطل اه، لكن اهم من كده عشان بيمثل حاجه حلوه قوي، بيمثل جذور، بيمثل وطنيه، بيمثل تاريخ، بيمثل كل نقطه مضيئه. كل ما تيجي تقول الناس اعملوا صح، بصوا الاهلي كان بيعمل ايه. ولذلك من مصلحه البلد، مصلحه الجميع، ان يظل الاهلي في هذا الاطار، ان يكون قدوه، قدوه للاداره والانديه. الاهلي لم يتطرق عمره للسياسه، اللي هو اذا اطفات انوار الاهلي لن يبصر احد، خلق عشوائيات بقى هتخش زيك زي غيرك، واخد بالك؟ فانا يعني عشان كده اذا كنا بنطالب الوزير انه يبعت اللجنه يخلصنا من الحكايه دي، لكن مش عايزين برضو نهيئ نفسنا ان احنا في خصومه وفي مواجهه تلهينا عن مسيرتنا. يا جماعه انسوا، انسوا الخلاف ده، وانسوا ان في مواجهه، وانسوا ان في ناس متحفزه للناس دي، كل ده هتلاقوه على السوشيال ميديا. دلوقتي هنعتبرها منافسه، ناس عندها امكانيات قويه جدا، وناس عندها تاريخ وشعبيه و بس مش قدرات كاملة. مش سوشيال ميديا بس، ما انت بطرف كيان بيبعت لك عروض قويه جدا وبيعت لك اللعيبه. ارفض 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 انت او اقبل اذا كانت مصلحتك. هو انت مش ممكن يكون بيبعت لك لحد انت شايف هتستفيد منه قد ايه؟ وهيدي لك مبلغ كبير جدا، تقدر تستغل المبلغ ده في انك تجيب البديل، حتى لو كان الطلب او التنشين على عناصر فاعله هو يعلم ان انت مش هتستغنى عنها. حبيبي النادي الاهلي، خد مني بقى، انت شفت الكوره لسه بقول لك في العالم عامله ازاي؟ ما تجيش تقول لي بقى اللي عنده نيمار لازم يكسب، واللي عنده كريستيانو لازم يكسب، واللي عنده محمد صلاح لازم يكسب. مفيش الكلام ده خلاص. اللي عنده ميسي لازم يكسب. اللي عنده فريق، الفريق له مقومات مش نجوم، مقومات قوه وسرعه واراده والتزام ونظام. انت النهارده القرار بتاع احمد حمدي ليه؟ قرصه صغيره، هو ما عاقبوش، وقفه، هو قال له خليك مع الناشئين بقى لحد ما احتاجك، اذا فضلت ما انتش مدرك يعني ايه تتنقل للفريق الاول لحد ما تدرك. لو هو احمد حمدي ده شخصيه سليمه هيتعلم طبعا، لو شخصيه بتلعب في ودنه هيتنمرض. هنستنى ونشوف. اتمنى لصالحه انه يتعلم، عنده مشوار يستطيع ان ينضج فيه في الاهلي. يعني احنا لما جينا يا استاذ ابراهيم، عشان الناس برضو تفكرها معانا، لما جه ايفونا يمشي، ولما جه رمضان صبحي يمشي، وكان في ظل المجلس السابق، كان راينا هنا ايه؟ يمشي، بس تعرف تعوضهم كويس فنيا. ايوه، واضفنا وان كان رمضان صبحي من الافضل له ان يبقى موسما، وكان مارتن يول رايه كده، قال لك يفضل سنه كمان عشان يروح مستوي، لان النقله خطيره، النقله الماديه، سيبك من النقله الفنيه بس، النقله الماديه. هو ما راحش زي محمد صلاح ما خدش فلوس اول 3 4 سنين ولا هو تدرج في المستوى، انت بادئ من بازل السويسري، عشان كده تدرج. هو لو محمد صلاح هذا الوهج ما كانش احترف بره وراح النهارده كان هيجي له صدمه برضه. انما التدرج في النضج هو اللي ما بيشعوضش الطبخ. ايوه، النار الهاديه اللي تسبك الاكله لكن ما تحرقهاش. فاحنا مع هذا، بس بدلته انت خرجت ايفونا، وكان ايفونا ابتدى بقى يركن شويه وبتاع، وكان شكله عايز يضايقك لحد ما يمشي. وجبت ازار، ربنا كرم. هل مفيش بديل لاي لاعب على مستوى العالم؟ لا طبعا، الكلام ده مش مظبوط خالص. على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى الناشئين عندك البدلاء موجودين. ياخدوا بعض الوقت للنضج، خد وليد ازارو بعض الوقت للنضج، بس شخصيته كويسه خليته بسرعه جاب لك نتيجه. وعندك صلاح محسن وعندك مروان، وجبت واحد زي صلاح محسن في تقريبا نفس السمات بتاعت ازارو، يكون كورته احسن شويه كمان يعني يمكن الناحيه البدنيه ازارو يتميز، وليد ازارو بدنيا وسرعته اعلى، انما الثاني كورته احسن. ما الكره الاحلى دي انا بقيت عايز اتحافظ عليها يا استاذ ابراهيم. النهارده اليابان كادت ان تحدث المفاجاه.
يعني هم تلاقيهم برضو ايه 2-0 قال لك الماتش خلص رجعوا ده 2-0 في الشوط الثاني وخسروا في الدقيقه 94. فانت خلينا ما فيش لعيب لا يستعوض، لكن عليك ان تدير الامور بحكمه ها، والمؤامة دائما تبقى فنيه ماديه، برضو تجيب اللعيب اللي يتناسب معك اخلاقيا مش اي حد. طيب الدكتور اشرف صبحي في تصريح ردا على زياره مجلس اداره النادي الاهلي قال انه سعيد بموقف النادي الاهلي وبدعمه للوزاره ودورها ورسالتها، وقال انه بيتطلع دايما لمزيد من التعاون بين كل اطراف المنظومه الرياضيه، وانه جميع التحركات في هذا الشان مهمه جدا. فيما يخص عوده الجماهير قال انه بحث في جلسته اليوم مع مجلس اداره النادي الاهلي ملف عوده الجماهير للمدرجات، وانه بيتطلع للاستفاده من تجربه الاهلي في هذا الامر، واشار الى انه الوزاره تخطو خطوات مهمه ومركزه في هذا الصدد، وانه جميع التحركات في هذا الشان تتم وفقا لتخطيط مدروس للوصول الى اقصى معدلات النجاح في اتمامه بما يخدم الرياضه المصريه. يعني في اهتمام واضح جدا. اشاره الى تجربه الاهلي. هي تجربه الاهلي ايه؟ انه ازاي رجع الجماهير طبقا لمعلومات وقاعده بيانات، وكل واحد عارف مكانه ومين خد التذكره، فاصبح النهارده كل واحد معروف داخل انت عارف هيقعد فين وهيعمل ايه. ودي نقطه جوهريه. النقطه الثانيه، مش هتتم عوده الجماهير وانضباط الاستفاده من قاعده الجماهير الا لو ثبتنا الملاعب. لان ساعة الملعب ده غير ساعة الملعب ده غير ساعة الملعب ده، الارقام هنا غير الارقام هنا غير الارقام هنا، فانت عشان تثبت دي هتقودنا اليه. لو رجعنا الجماهير مع تجربة الاهلي تستطيع ان تحصل على دخل مرعب مسبقا من خلال بيع البطاقات المساومية. وانت ما بتبيع لي بطاقة انا عارف ان انا هروح يوم كل ماتش الاقي الكرسي بتاعي ده موجود، وانت عارف ان الكرسي ده لو باظ انا اللي هحاسب عليه. ده بتاعي. لو يجي واحد صاحبي بقى يوقف لي عليه وتنطط وتكسره امسك فيه واقول له صلحه. فتجربه الاهلي في حضور الجماهير تجربه مهمه، ودي برضو لازم من الايجابيات اللي عملها المجلس السابق، مش عايز مناقشه بس يبنى عليها بقى، لان كان فيها بعض السلبيات ان ما كانوش مش دايما التذاكر موجوده، مش دايما كل واحد بياخد، يعني كان في رغي كتير. تظبط العمليه تبقى 100 100. طيب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ردا او تعقيبا على هذه الزياره ومكاسبها انه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب طلب بتشكيل رسمي في جلسته اليوم مع وزير الرياضه اقامه مباراه الاهلي وتاونشيب بطل بوتسوانا يوم 17 يوليو في استاد القاهره. يعني الاهلي اتكلم مع وزير الشباب والرياضه انه عايز يلعب المباراه اللي جايه مع تاونشيب بوتسوانا يوم 17 بجمهوره في استاد القاهره. وقال مرجان انه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعد ببحث هذا الامر مع الجهات المسؤوله من اجل الحصول على الموافقات الخاصه باقامه المباراه في استاد القاهره بحضور جماهيري كبير ان شاء الله يساعد الاهلي ويدعمه في دوري ابطال افريقيا. كشف مرجان عن المزيد من التفاصيل الكامله لهذه الزياره، وقال ان المجلس حرص على رد زياره الوزير اللي كانت قبل اسبوعين، وقال ان ملف عوده الجماهير كان في صداره الحوار اللي جرى بين الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس من جانب، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من جانب اخر. وشرح رئيس النادي الدراسه اللي قام بها الاهلي في هذا الشان من خلال لجنه تحديث نظم حضور المباريات وتامين الجماهير استعرضها مع الوزير، ودار حديث حول التعاون المكثف في هذا الملف خاصه قبل انطلاق مباريات المجموعات الافريقيه. الكابتن الخطيب تطرق ايضا زي ما قال محمد مرجان لملف رعايه الابطال في اللعبات الاخرى، الناس اللي حققت بالذات ارقام قياسيه في دوره العاب البحر المتوسط والنجاحات الافريقيه، في مقدمتهم السباح علي خلف الله ودينا مشرف بطله تنس الطاوله اللي حققت الميداليه الذهبيه. الاهلي بيقوم برعايه هؤلاء الابطال من ابنائه رعايه كامله، وبيسال الوزير للمزيد من دعم هذه الرعايه من قبل الاهلي واحتضانه لابطاله الاولمبيين. من الموضوعات الحيويه اللي كانت على مائده البحث بين وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي زي ما بيقول كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي، كانت الاقتراحات الخاصة بإجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة لزيادة الاستثمار وتفعيله، منح صلاحيات أكبر للأندية لتحقيق عوائد مالية أكبر،
تفعيل دور الجمعيات العمومية في كافة المؤسسات والعمل على التخلص من كافة الثغرات اللي ظهرت عند إجراء الانتخابات الأخيرة. قال محمد مرجان على أنه كابتن محمود الخطيب طلب من وزير الرياضة التحدث مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة حول ضرورة الموافقة على إقامة مباراة الأهلي وتاونشيب زي ما قلت لكم في استاد القاهرة. وأكد المدير التنفيذي للأهلي على أهمية التعاون اللي وجده مجلس الإدارة لدى وزير الشباب والرياضة في زيارة وصفت بأنها مثمرة جدا. وضح الاهتمام، وضح الجدية، وضح الرغبة في التعاون وصدق النوايا. صدق النوايا، صدق النوايا هيؤكدها الأيام القادمة وما يتخذ فيها من تحركات في إطار الملفات دي، عقدة الجماهير، اللجنة المالية، إذا كان هناك يعني أوجه لدعم النادي. لكن أنا عايز أتوقف عند حرص النادي الأهلي على أن يبقى استاد القاهرة هو المستقبل والحاضن لمباراته القادمة مع تاونشيب. قرار مهم جدا جدا، واختبار حقيقي لا علاقة بإنجاح عودة الجماهير. ده هيبقى أول حاجة. فتخيل أن أنت ما تعمله وتخش الجماهير وتخرج بدون تجاوزات وبنجاح وبدون مشاكل وبدون تحطيم كراسي بدون مش عارف إيه وبدون هتافات وبدون ناس تشحنك عشان توجهك غلط. في الحالة دي هتبقى تجربة ممكن أن يقاس عليها في أهمية عودة الجماهير. طيب، كنا بنتكلم على التدعيمات واللعيبة والنجوم وإزاي الأهلي لما يسيب لاعب يكون عنده القدرة التعويضية لاستعاضه أو تعويضه بشكل فنيا كويس. كان من ضمن اللعيبة اللي طرحت من السنة اللي فاتت، ودي قيمة النادي الأهلي يا جماعة، لاعب زي حسين الشحات، أحسن لاعب في الدوري الإماراتي وهو موجود في إنبي، كان رغبته المعلنة واللحوح في المقصة أنه يروح للنادي الأهلي يلعب للنادي الأهلي، وما أمكنهوش أنه ينتقل من المقصة للنادي الأهلي. لكن حتى وهو موجود على فكرة متألق مع العين الإماراتي، كان ينتقل لولا الإعارة اللي عملها. حتى وهو موجود في الدوري الإماراتي ويفوز مع نادي العين بالبطولة، قلبه مع الأهلي، وياخد أحسن لاعب، قلبه مع الأهلي، ويرفض عروض من فريق الأسيوطي السابق أو الأهرام حاليا، ويقول أنا مش هرجع مصر إلا للنادي الأهلي. نسمع حسين الشحات. لو رجعت مصر تاني برضه هيبقى حلمك النادي الأهلي؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا طبعا. كلام اللي تردد أنه أحد الأندية الصاعدة بتفاوضك وعرضت عليك مبلغ كبير، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح. مع الوكيل بتاعي. مع الوكيل عرضوا فعلا مبالغ رهيبة أنك تيجي تلعب بوضوح نادي الأهرام. رفضت. طبعا. أنت رفضت ولا مش رفضت؟ مش رفضت عشان حاجة كابتن. لا والله، يعني بص، أي نادي كابتن طبعا، يعني اي حد يتمنى يلعب في اي نادي، وبالذات طبعا يعني في الانديه طبعا اللي هي تجربه قويه جديده زي دي، تجربه قوية نعم. جدا طبعا نعم. وطبعا هيبقى فريق كويس، وطبعا نعم. فريق منافس هيبقى قوي جدا طبعا مع الانديه الكبيره، مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه طبعا، واي حد يتمنى طبعا يلعب نعم. اليوم بس يعني طبعا يعني كل واحد كابتن بيبقى ليه طموح، وكل واحد بيبقى ليه حاجه يعني وانا زي ما قلت لك كابتن، انا على المستوى الشخصي مش بيهمني الفلوس، انا اكتر ما بيهمني البطولات. رغم ان العرض كان مغري. طبعا يا كابتن، يعني العرض اكتر من اللي بتاخده في العين. طبعا يا كابتن. يعني وكمان يا كابتن، انت هنا كابتن هتصرف بالمصري. نعم. انت هنا هتصرف بالمصري وهتاخد بالدولار. هتاخد بالدولار. العرض كان بالدولار. ودي حاجه. النقطه الثانيه يا كابتن، يعني انا زي ما قلت لحضرتك، انا عن نفسي انا بحب العب في نادي يعني يكون في بطولات، اكتب في تاريخي اللي هو ان انا حققت بطوله زي ما حققت مع نادي العين بطولتين. دي ده بتمناه ان شاء الله، في لو ربنا كرمني وكملت معاهم 3 سنين ان شاء الله اقدر احقق بطولات، واقدر احقق اكتر عشان يعني يكون في تاريخي اللي انا حققت بطولات. ولو ربنا كرمني ولعبت النادي الاهلي اكيد طبعا هيبقى كده، عشان النادي الاهلي نادي كبير انا بحبه وبحترمه وبشجعه. كنت بروح المدرجات قلت لي؟ كنت بروح. مشجع؟ مشجع. وما زلت مثلا لو جيت ما كنت موجود وفي حاجه في افريقيا بتاع ممكن تروح المدرجات تشجع النادي؟ بص بقى، هي دي نوعية اللعيبة اللي لازم تعض عليها بالنواجز. خدت كلام من بقي، ودي الحاجة اللي بقول لك ما تقدرش تدفع ثمنها. ايوه، ما حدش لا الاهلي ولا غيره يقدر يدفع ثمن الكلام ده ولا غيره. ده راجل
بيقول لك طموحي بعد هو بيخد تجربه هو الافضل في الدوري الاماراتي وبياخد فلوس اصبح الاهلي مش المان يونايتد طموحه النادي الاهلي. طيب ده لما يجي لك تتوقع اخلاصه قد ايه؟ باذن الله ينجح معانا قوي. بس هو قال كلمه عايز اتوقف قدامها يقول بعد ما ارجع هرجع النادي الاهلي. هو لما يرجع هيرجع مخلص عقده. فحتى فكرة ان الارقام هتبقى فوق طاقة الاهلي ربما ما تكونش موجودة. بس هيرجع امتى؟ وده السؤال. هيرجع وهو قرب يبطل ولا هيرجع بعد ما يشعر ان لحد كده انا اتأمنت ماديا عايز اروح اعمل مجد في مصر مع الاهلي وده اللي عمله محمد بركات. دي العقلية اللي هي ممكن تدي لك وتاخد منها كويس قوي وما تعملكش مشكله. وبعدين هو اجاوب في الحلقه دي على سؤال انا كان محيرني هو باك رايت طب ايه الهداف ده ماشي مننا هداف الدوري. اتضح ان هو طول عمره بيلعب في المركز ده. وانه احيانا لما استعانوا بيه كباك رايت ادى ولعب كام ماتش برضه في الامارات لكن اصلا تحت راس الحرب. فانا بقول ان هذا لاعب يحتاجه الاهلي يناسب الاهلي او نوعيه الاهلي هو يتمنى الاهلي والاهلي يتمنى هذه النوعيه اللي هو وليد سليمان وغيره من المخلصين وغيره وثلاث ارباع الفرقه اللي عندنا كده على صحيح تبقى فاهم يعني. ولذلك انت بتقول لي احمد حمدي هو ده الاختبار اللي هيقول لي احمد اللي هقول لك انا بقى باذن الله احمد حمدي ده هيعمل ايه. يا هيبقى ايقونه ويكسر الدنيا وفي الاخر لو عايز يحترف بره برضه هيبقى ناجح ولا هنخش بقى في ايه؟ أرجو إن دي درس يكون يفهمه. حسين الشحات الحقيقة من اللعيبة اللي اتظلمت مع منتخب مصر. مش اتظلمت، ده جريمة. يعني أنا حتى وأنا في روسيا ما كنتش واتكلمت مع الجهاز الفني أكتر من مرة. مفيش حد أقنعني أبدًا بالإجابة إزاي لعيب ياخد أحسن لاعب في الدوري الإماراتي يظهر بنجوم الكبار اللي احسن لاعب من اول موسم له مع نادي كبير بحجم العين. لا مش كده بس ماشي من هنا هداف الدوري بالظبط وراح هناك واصل احراز الاهداف يعني مش هل دفع حسين الشحات ثمن اعلانه الصريح وحبه للنادي الاهلي مبكرا؟ هل هذا الانتماء اللي قالك انا مع احترامي لاي نادي اخر يقدم له عروض او اغراءات أنا مش هلعب في مصر إلا للنادي الأهلي، وكان بيتمنى وبيرجو إتمام هذه الإجراءات، لكن ظهر عرض العين الإماراتي. هل دفع حسين الشحات ثمن مجاهرته بحبه للنادي الأهلي إنه يكلفه الإبتعاد تماماً عن منتخب مصر؟ أجواء منتخب مصر كما وصفها أحدهم من داخل هتكمل لنا ولا مش هتكمل لنا؟ هكمل لك بعديها، لكنه ده بيقودني للفيديو اللي جاي. إنه وقت ما جهاز المنتخب رجع شريف إكرامي بكل مشواره اللي كان مع منتخب مصر طوال مرحلة التصفيات كان البعض شايف إن دي مجاملة عشان خطوة جاية نشوف. أنا جاي لي خبر والخبر ده لو حقيقي الخبر ده لو حقيقي هيعمل علامات استفهام كبيرة جدا. خبر مهم. اتفق أحمد ناجي على تدريب النادي الأهلي بعد مباريات مصر في كأس العالم. لم يعلن حتى الآن من هو مدرب حراس مرمى النادي الأهلي. صحيح. وهل سعى خد بالك دي هل سعى وتواصل كابتن أحمد ناجي مع النادي الأهلي من أجل العودة إليه مرة أخرى بعد كأس العالم؟ هنحط علامات استفهام وهنحط علامات استفهام على اختيار شريف إكرامي ومحمد الشناوي وهنحط علامات استفهام على اتصالات كابتن أحمد ناجي وعودته للنادي الاهلي وهو بيدرب المنتخب عشان لو عمل نتائج وحشه في المنتخب كوبر هيمشي اضمن مكاني فين؟ في الاهلي وكمان انا جدع ده انا في اتنين خدتهم الاهلي فالكلام ده لو حقيقي اصل انا بص انا بقول كده الناس بتشتمني بس انا ما بحب اشتم اشتم يا باشا بس الايام جايه ما لا لا لو يعني بعد اسبوعين ثلاثه شهر هنعرف وجاءت الايام فين؟
مصطفى كمال مدرب لحراس مرمى الاهلي. يعني هي فكره وكان الشناوي، وبعدين جيب لك سيره الشناوي. هو الشناوي اللي واخد مان اوف ذا ماتش قدام رجوي. هو اتصل لدور الثمانيه، اللي وصلت لدور الثمانيه وخط هجوم مرعب. هو ده محتاج مجامله يعني حاجه. ما علينا، احنا بس نعرض هذا الكلام بدون تعليق. طيب نشاطات الاهلي ايضا، لجنه المراه الكابتن محمود الخطيب بيوجه لها الشكر على كل ما قامت به خلال الفتره اللي فاتت من انشطه مهمه جدا للنادي. كمان كان في اجتماع للجنه العليا للجان، التشكيل الهيكلي للنادي الاهلي في تفعيل دور اللجان حسب برنامج عائله الاهلي، انه مش بس فيه لجنه خاصه بكل نشاط، لا في لجنه عليا اسمها لجنه اللجان بيرأسها الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا المنسقه لكل اللجان، بحيث تبقى هي اللجنه الرابطه بين كل اللجان مع بعضها، وازاي تقدر تفعل دور اللجان مع بعضها. فيها محمد سمير مقرر اللجان، والاعضاء وليد سليمان وعمرو عيطة وريهام طوبار وهاجر منقول، وطبعا ريم الدسوقي مديره العلاقات العامه. كابتن محمود الخطيب خلال الاجتماع ناقش معهم الموضوعات الخاصه بتنظيم العمل ووضع الاليه الخاصه في التنفيذ لتقديم افضل الخدمات لاعضاء النادي، مناقش طرق تنفيذ البرامج الخاصه باللجنه بالتنسيق مع الاداره التنفيذيه للنادي. انتهى الاجتماع ببعض التوصيات اهمها الالتزام بتقديم تقرير مفصل عن اعمال اللجنه العليا كل 3 شهور، مع تقديم الرؤيه المستقبليه عن البرامج الخاصه باللجان حتى نهايه العام الجاري. تم التاكيد على ضروره الالتزام بالضوابط التي تحتويها اللائحه الخاصه باللجان والتواصل مع الاعضاء عن طريق الاعلام الخاص بالنادي. تفعيل دور اللجان في النادي يا باشمهندس عندك راي فيه؟ ما هو المجلس عايز يشرك الاعضاء. وانا رايي ان اللجان المتنوعه داخل النادي هي فرصه اولا للتواصل مع الاعضاء، لخدمه الاعضاء، لاكتشاف الكوادر المستقبليه. فحرص الكابتن الخطيب على التواجد معاهم انه اولا يطمن على انهم بيلقوا الدعم في عملهم، وانهم ماشيين في اطار المستهدف، ها، وزائد المتابعه. فطبعا اللجان دي مهمه جدا. طيب الاهلي وهو يخطو بقى خطواته التمهيديه للموسم المهم، الخطوات الفرنسيه، ولعله ما اذكرش ان في مدرب فرنساوي سابق للاهلي. لا يعني الاول لا لا مره لا الاهلي لا. الاهلي الاول مره يتكلم فرنساوي. لا لا الماني انجليزي مجري برتغالي مجري برتغالي ما فيش. لاول مره الاهلي بارلي دي فرنسي. طيب بالفرنساوي الاهلي على ايه ناوي بعد الفصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. شوفوا كنا بنتكلم على نوعيه لاعب زي حسين الشحات، ونوعيه لاعب زي وليد سليمان، وزي كتير الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي المخلصين اللي هم عارفين قيمه النادي الاهلي، وعارفين معنى يعني ايه هم بيلعبوا في النادي الاهلي، وحاسين بنعمه الاهلي عليهم. دي النوعيه، لانه الاهلي كفريق بطوله محتاج جهد اضافي، محتاج اخلاص اضافي، محتاج فائض من الاصرار، محتاج تكوين تاني خالص نفسي، مش اي لاعب يقدر ينجح في النادي الاهلي. هذه النوعيه المنتميه انا اعتقد كتير زي شعروا بالتفاؤل مع المدرب الفرنساوي نفس الموقف. خلي بالك محمود متولي بالظبط رافض كل العروض. محمود متولي لاعب الاسماعيلي. طب ما انت لكن هو في الاخر ما ممكن يعني يرضخ ولا لا، لكن نفس الشيء يعني في نوعيه كده اللي عايزك من قلبه ده ينجح معاك. اتجوز اللي بتحبك مش اللي انت بس بتحبها. لا اللي انت بس بتحبها دي بتبقى مصيبه. تبهدلك. بالظبط. المهم اللي بتحبك فعلا، فهذه النوعيه اللي بتحبك اللي سعيالك اللي شارياك عض عليها بالنواجذ. المدرب الفرنساوي الحقيقه في اول تجربه فرنسيه مع النادي الاهلي
ضحى بحاجات كتيره وشرط جزائي عشان عارف قيمه الاهلي. ودي النوعيه اللي الاهلي محتاجها، ودي النوعيه اللي بتخلق دفء سريع ومبكر في العلاقه مع جمهور عنده كل هذا الفائض من الحب للنادي الاهلي. امبارح كان في مؤتمر صحفي مهم في النادي الاهلي لتقديم الجهاز الفني، مسيو كارتيرون ومحمد يوسف وبقيت. انت جاي ما هو مسيو، اصل ما ينفعش مستر، مش هينفع مستر بقى. لاول مره بقول لك الاهلي بيتكلم فرنساوي. ايوه فهنشوف كابتن محمد يوسف المدرب العام كقائم باعمال مدير الكره، ومدير الكره هنا منصب مهم جدا في هذا التكوين، وهو بيقدم المدرب الفرنسي كارتيرون ويتحدث عن تضحياته من اجل تدريب الاهلي. نشوف محمد يوسف. انا مستر كارتيرون، طبعا دلوقتي قضيت معاه فتره من ساعه، يعني تقريبا داخلين على شهر. عايز اقول طبعا مستر كارتيرون غني جدا باسمه وبسيرته الذاتيه، فاز ببطوله افريقيا مع نادي مازيمبي والتاني عالم، بالاضافه طبعا ليه حصل على مع منتخب مالي على ثالث افريقيا امم افريقيا، ليه انجازات كبيره جدا كمان حتى مع انديه اخرى، درب في وادي دجله ودرب في النصر ودرب في نادي فونكس في امريكا. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو عمل حاجه لابد ان احنا كلنا نقف امامها. وانا شخصيا اول ما جيت واشتغلت معاه، اول حاجه قبل ما اتكلم معاه في اي حاجه انا شكرته. الراجل دفع الشرط الجزائي للنادي الامريكي، ومش عايز اقول رقمه لانه رقمه كبير جدا، عشان يجي. واول حاجه قالها لي، قال لي انا سعيد جدا وما قدرتش، لما عرفت عرض النادي الاهلي انا ما فكرتش، حطيت الشرط الجزائي وعملت التذكره وجيت. فانا حبيت اشكره قصادكم، وطبعا انتوا هتتواصلوا معاه وهتتكلموا معاه، وهيبقى في تواصل مع الاسئله بقى من خلال الاسئله. يعني ما فعله كارتيرون حاجة جميلة، ودي بتؤكد ان المدربين يقعوا في غرام الاهلي. ايوه، حتى اللي ما يمرنوش بس يكونوا عارفينه. يعني مكيدة كان نفسه مرن النادي الاهلي جدا جدا، الارجنتيني اللي كان في الاتحاد، البرازيلي، البرازيلي اللي كان في الاتحاد، هو اسباني مش عارف ولا اسباني، اسباني اسباني وهو مدرب كويس على فكرة. كارتيرون يعني وكاد يعني ان يفصح على انه عندما كان في مصر كان نفسه في الاهلي، كان بيقول يا سلام لو انا في الاهلي دلوقتي كنت عملت وعملت وعملت وعملت. لما جاءته الفرصه اتى بهذا الطموح، وهذا هو مش جاي يعني ضحى بفلوس، لكن هو برضه هياخد مبلغ محترم، وهياخد باذن الله مع الاهلي بطولات، وهياخد باذن الله مع الاهلي مكافئات، وهياخد مع باذن الله مع الاهلي نقله نوعيه. وان كان هو عنده اهم انجاز على المستوى الافريقي طبعا، هو فاز مع مازيمبي بدوري الابطال وتاني العالم، تاني العالم. يا سلام يا كارتيرون لو عملتها معانا، يعني مش جعان خلص نجاح. الكلام يا كارتيرون لو عملتها معانا ولعبتنا فاينل، طب نلعب النهايات وبعدين نتكلم. هو المهم ناخد خطوه ازاي الاهلي، فهو متوسم في الاهلي وعنده ثقه في الاهلي وعنده ثقه، وان كان هو السنه اللي فاتت ما كانش هنا ما يقدرش يعرف ما يحدث يعني. وده برضه يرجعني للجماهير، كميه الضغط اللي تعرض لها النادي الاهلي والانتقاد في تاخره لبحثه عن مدرب بمواصفات تفيد النادي الاهلي. عشان كده جمهور الاهلي وثق في مانويل جوزيه، حب الاهلي، فاداله باور استثنائي جدا، لان مانو جوزيه حبه للنادي الاهلي. بس النهارده مانو جوزيه لما تكلمه الاهلي، الاهلي اهلاوي، هو كارتيرون بقى اهلاوي قبل ما يجي يمرن الاهلي، يعني رغب في الاهلي حتى وهو واخد تاني العالم، برغب ان هو يجي يشتغل في النادي الاهلي ويدفع زي ما محمد يوسف قالوا العهد عليه، انه دفع مبلغ كبير جدا للنادي الامريكي اللي كان متعاقد معاه. انت فكرتني بحاجه مهمه قوي، عشان يجي يدرب الاهلي. يعني دايما تلقيح الكلام على الاهلي يا اخي حاجه غريبه جدا. ناس عايشه بتفكر كل كلمه ازاي تلطش في الاهلي. لما دي صابر ساب الاسماعيلي اتقال ايه؟ خطوه عشان يجي النادي الاهلي. راح اوغندا عشان يجي.
طيب انت ليه تملي، ليه تملي تسميم الابار؟ ليه ليه هتكسبه ايه من كده؟ ما هو انت عندك الدليل اهو، الاسماعيلي استغنى عن كام لاعب السنه دي ولاعيبه مهمه جدا، اللي راح الزمالك واللي راح الاسيوطي واللي راح مش عارف فين. هذا قرار الاسماعيلي، ما احبش اناقشه وما احبش اغلطهم وانتقدهم، لا ان هم شايفين مصالحهم اللي شايفينه في مصلحتهم، لكن نتمنى ان يبقى التعاون بين النادي الاهلي دائما لصالح النادين زي ما كان طول عمره، ما حدش واخد باله من دي. يعني احنا في صفقه شريف عبد الفضيل يا جماعه احنا خدنا مدافع، هم خدوا مدافع زائد 7.5 مليون جنيه، كان احمد صديق اعتقد، احمد صديق، واحمد صديق لعب كل الماتشات طول السنه طول ما سليم كان بيلعب. فليه مش شايفين ان الاهلي بيحاول يفيدك ويستفيد؟ اعتقد ان انا الاوان جمهور اسماعيل يفكر بهدوء في الموضوع ده ويعرف مين اللي بيدفعه دفعا الى انه ياخد موقف مش ملوش لازمه. طيب كارتيرون بهذه التضحيات وهذه الرغبه وهذه الروح في العمل مع النادي الاهلي والارتباط بجمهور الاهلي خلى محمد يوسف في هذا المؤتمر يوجه رسالته للجمهور. اوجه الرساله ايضا لجمهور النادي الاهلي، كلنا طبعا عارفين، كلنا في المجال عارفين الظروف والاجواء اللي بيعيشها حاليا الوسط الرياضي وايضا اللي بيعيشها ظروف النادي الاهلي، ولكن احنا رهاننا الاول ودائما وعبر التاريخ من 1907 حتى الان كل واحد بيجي بيلعب فترات وبيبقى مسؤول او بيلعب فتره وبيبقى بيعتزل بعد كده بيتجه لاي مجال هو عايز يتجه ليه، لكن يبقى دور الجمهور النادي الاهلي هو الرقم واحد. فدي برضو حاجه بحب ان انا انوه عليها في مؤتمرنا، ان انا بوجه كلمه للجمهور وبوعده ان احنا ان شاء الله هنبقى عند حسن ظنه دائما، هنبقى لعبنا وهدفنا على رقم واحد اللي هو المركز المفضل للنادي الاهلي. فنتمنى وبنعمل وبنبذل مجهودين طبعا، ده من خلال مجلس اداره بيبذل كل الجهود ان جمهور النادي الاهلي يعود تاني لمكانه الطبيعي في الملعب، وكلنا عارفين كويس قوي قد ايه الجمهور لما بيبقى موجود في استاد القاهره او اللي هو الملعب الطبيعي بتاعنا او برج العرب او اي استاد لعبنا عليه قد ايه هو بيلعب دور اساسي ودور كبير جدا في تحقيق بطولات النادي الاهلي. اللاعب رقم واحد، الدور المهم، اعتقد في هذا الظرف وهذا التوقيت وهذا الموسم الاهلي في امس الحاجه الى هذا اللاعب. زي ما الاهلي ازاء اختبار حقيقي ومهم جدا في موسم استثنائي جماهيره في هذا الاختبار. ايوه قبليه. كفايه بقى لك، كفايه اجتهادات، قولوا رايكم بس بدون يعني ما تحتكروا الحقيقه. ها؟ ويقول لك عايزين نطبل وما نطبلش والكلام ده، انت عارف يعني ايه نطبل؟ يعني انا وانت كده لو جينا انتقدنا موقف معين فالمجلس، يعني لو جينا قلنا عن الاختراق الاعلامي في النادي الاهلي وان اقرب المقربين لرئيس النادي كانوا من اعلام منافس، لو احنا حصل ده دلوقتي ولم نتصدى وبررنا يبقى بنطبل، لكن لما مجلس الاداره ياخد قرار ونفسره وندعمه نبقى بنطبل. هو دورنا ان احنا نبقى سلبيين ونهاجم ونصدر الاحباط، وفي كل لقطه نحاول ان نوضحها اذا كان هذا تطبيل هنطبل. بالظبط، اذا كان هذا التوضيح والدعم تطبيل هنطبل. لكن التطبيل انك تتناقض مع نفسك وتعب تبقى عارف ان في شيء غلط وتدافع عليه. صحيح. طيب بهذه العلاقة الدافئة جدا في بدايتها، في هذه الرغبة الملحة لدى المدرب الفرنسي في الارتباط بالنادي الأهلي، هو في الآخر عايز إيه من خلال النادي الأهلي؟ هو خد دوري أبطال أفريقيا، خد تاني العالم مع مازيمبي، دخل بس الأول قبل ما تشوف أنت مالكش ملاحظة على أداء محمد يوسف؟ شوف محمد يوسف من حتى هو بيلعب هو حد ناضج عاقل قوي، بيعرف يتكلم، محب للنادي الاهلي. اول مره اشوفها في دي او اخلي بالي منها. وعنده استرسال لانه صادق، هو بيلعب عنده استرسال، مفيش لعسمه. صحيح، مفيش صحيح. تفكير صحيح، ففي صدق عجبني جدا في المؤتمر. صحيح صحيح.
كارتيرون بقى عايز ايه من النادي الاهلي؟ ايه اهدافه مع النادي الاهلي؟ نشوفه قال عنها ايه في المؤتمر. Je disais à l'instant que j'étais un homme heureux. كان انا رجل سعيد. Heureux de revenir en Afrique. اني ارجع افريقيا مره ثانيه. Heureux de revenir en Égypte. وارجع مصر مره ثانيه. Et heureux et fier d'être le nouveau coach d'Al Ahly. وسعيد ان اكون الكوتش الجديد للنادي الاهلي. Comme Mohamed vient de le dire, زي كابتن محمد يوسف قال. Al Ahly s'est présenté, pour moi c'est il y a des clubs dans le monde qui comptent et Al Ahly pour moi qui aime l'Afrique et le club où j'ai toujours rêvé d'être aujourd'hui j'y suis. زي كابتن محمد يوسف ما قال نادي الاهلي ده كان فرصه كبيره جدا بالنسبه لي وانا سعيد اني موجود فيه وكان حلم بالنسبه لي اكون في نادي كبير زي النادي الاهلي. Avec pour moi les avec trois objectifs, trois motivations. عندي ثلاث اهداف. C'est les trois les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé. الثلاث حاجات اللي اداهم لهم اللعيبه بتاعتهم وقت لعبته وقت ما وصل مصر. En un. نمره واحد. النتائج. En deux. اثنين. النتائج. Et en trois les résultats. النتائج. Le reste quand on est à la Ligue, c'est de la parlotte, c'est de, on parle pour rien. غير كده لما نكون في الاهلي لو قلنا اي حاجه غير النتائج يبقى الكلام مش مظبوط. L'objectif pour moi est simple. الهدف بالنسبه لي سهل. Gagner, gagner et encore gagner. اكسب واكسب واكسب. On est dans une situation difficile aujourd'hui. احنا في موقف صعب اليومين دول في الشامبيونز ليج. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. لازم يبقى عندنا جرأه ان احنا نقبلها. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. وعندنا برضو يكون عندنا النخوة والغرور ان احنا نعتز بنفسنا وما نقبلش الوضع اللي احنا فيه. شوف الكلمات اللي قالها بتعبر فعلا هو اللي اختار الاهلي. هو الترجمة اسقط منها كلمة مهمة جدا. لموند. ان النادي الاهلي احد اهم الاندية الكبيرة في العالم. على مستوى العالم. لموند. فهو شايف الاهلي كده عشان كده نفسه مرنه. لكن اهم من كده هو عارف انه جاي مرن عشان ايه. هو مش جاي مرن عشان يبقى تتكتب في السي في بتاعه انه جه الاهلي وخلاص. هو بيقول لك الانتصار ثم الانتصار ثم الانتصار، النتائج ثم النتائج ثم النتائج. هو كارتيرون جايب سيرتك. ايه كارتيرون جايب سيرتك في خليك تكح. ده يا ريته المساله كده. ده البرد اللي جايب سيرتي. طب بقول لك ايه، ما تيجي تسمع كارتيرون ما عادش بيفكر وبيحلم بحاجه دلوقتي الا ايه؟ نشوف. شو كيلكان باسيوني. انا حد بحب الكوره. ان غرو ترافايور. بحب اشتغل الاخر، بشتغل لاخر لحظه. شو كيلكان كي ايم سي جوار كوم سي فيس. بحب اللاعبين بتوعي كانهم اولادي بالظبط. Mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. لكن برضه ببقى شديد عشان احقق الرغبه اللي انا عايز احققها. Depuis que je suis arrivé, je mange à la lit, je bois à la lit, je dors à la lit. من وقت ما وصلت وانا باكل في الاهلي وبشرب في الاهلي وبنام في الاهلي. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à la lit. وما فيش لحظه بتعدي من غير ما افكر في الاهلي. J'ai juste besoin de sortir dans la rue pour comprendre que je suis le coach d'Al-Ahly. ولو انا فكرت ما فكرش في الاهلي لازم اخرج في الشارع عشان افتكر تاني ان انا مدرب فريق كبير زي الاهلي. J'ai eu la chance par le passé d'être dans un autre club africain avec beaucoup de passion. انا برضو كان في تاريخي كان عندي الحظ ان اكون مع فرقه كبيره برضو زي الاهلي اللي هي جماهيريه. Je sais qu'il y a beaucoup de passion ici. وانا عارف قصده على مازيمبي يعني وهنا طبعا عارف هي نفس الحاله بالظبط. Et inutile de vous dire à quel point je suis motivé pour ramener toute cette passion et tout cet enthousiasme dans les rues du Caire dans quelques mois. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم قد ايه انا عندي الاراده وعندي الطموح ان انقل حاله الحماس اللي انا فيها دي للشوارع المصريه بعد كده لجماهير الاهلي. الراجل ما بيفكرش الا في الاهلي. مش مشغول الا بالاهلي. مش شايف حاجه في مهمته الا ازاي يسعد الاهلي وجمهوره. ولكن حتى لو انا نسيت الشارع مش بينسى. تنزل الشارع تفتكر انك بتشتغل وهو ده تفاعل مانويل جوزيه على اي حاجه كده. شوف الكلام اللي قاله ده رائع جدا ويطمنك على انه الراجل ده شايف الاهلي صح، عارف قيمه الاهلي وعارف المسؤوليه الملقاه عليه والتارجت او أي. الهدف ايوه. ولكن هو قد الزم نفسه امام الجميع وربنا يوفقه بقى، لان كل ده بدون توفيق هيبقى في اطار
الكلام الحلو. طب الاهلي هيمشي مين دلوقتي من اللعيبه؟ وتتمشي مين في ايه بقى؟ ما تستنى ما تشوف. طب ما نشوف محمد يوسف كمدرب عام ومدير كوره، الاهلي ناوي يمشي مين اليومين الجايين؟ طبعا احنا من اول يوم طبعا كان في تواصل مع لجنه الكوره، والرؤيه اللي احنا اشتغلنا بيها وتاني بكررها، احنا كجهاز فني حاليا احنا ما عندناش اي نيه خالص لبيع اي لاعب، وانا اعلنتها قبل كده وقلت ان احنا هدفنا الاول هو هدف كبير جدا محطوط قصادنا، هو بطوله افريقيا. ونفس الموقف اللي احنا فيه ده حصل قبل كده في 2013، بننهي موسم وداخلين على بطولة افريقيا برضو، فبأكد تاني برضو المرة دي احنا هدفنا بطولة افريقيا، وبالتالي لابد ان انا احافظ على العناصر اللي عندي بشكل كامل، ويبقى كل تركيزي حاليا هو البطولة، بطولة افريقيا ده الهدف بتاعنا الاساسي. ومن هنا طبعا لابد ان انا احافظ على الليستة بتاعتي او القائمة بتاعتي، اما في بعد كده مستقبلا ما يتراءى للجهاز في المستقبل ده وارد لاي حاجة، لكن انا بتكلم حاليا احنا ما عندناش اي نية لبيع اي لاعب خلال المعسكر، من خلال بعد كده عندنا داخلين هنرجع على مباراة افريقيا 17 تاونشيب، ثم بعد كده العودة تاونشيب في بوتسوانا 28، فاحنا متمسكين بجميع لاعبينا وكل تركيزنا في المعسكر القادم اللي هو هيبقى يبدا بكره ان شاء الله، هو ان احنا نحقق اكبر قدر من الاستفاده على اساس ان احنا نخش في الاجواء ونبقى جاهزين ان شاء الله على مباراه الاولى بتاعت افريقيا اللي هي يوم 17 في برج العرب ان شاء الله. هيسجل مين؟ واضح الاستراتيجيه اللي واخدها الجهاز الفني، وهو الحقيقه ما عندوش مشكله في القايمه. حجم اللعيبة الصاعدة موجود متوافر بقوة، 10 في مواليد 97، افرض انك انت هو استقر على 4 دلوقتي معاه منهم، وارد انه كل شوية ياخد حد، لكن انا ارجو ان فعلا هذا التفاؤل بإذن الله يكون له ترجمة على ارض الواقع، لان الاهلي فعلا فريق كويس يا جماعة. الأهلي عنده فرقة كويسة بإذن الله تحقق طموحاتكم، يعني عودة أحمد الشيخ ومؤمن زكريا وناصر ماهر إضافة ثلاثية قوية، إضافة لا وفي عودة المصابين اللي هو وشوف يعني. خلي بالك أنت قبل ماتش الزمالك كنت الكلام على النادي الأهلي إزاي، حتى في كل استوديوهات التحليل غلات الزملكاوية بيقول لك بيغير ويبدل ما بيفرقش، شخصية الأهلي كذا، اسلوب الاهلي كذا، الحقيقه الاهلي كذا، حتى الفتره اللي لعبت فيها من غير عبد الله السعيد كان الاداء ما بيهتزش، كل المشاكل حصلت لك في الشهر التحضيري لكاس العالم والتحضيري لشهر رمضان، لان في شهر رمضان تم الاجابه على هو ليه الفرقه ما كانتش مركزه، جزء كبير من اللعيبه والجهاز الفني كانوا منشغلين بالبرامج والاعلانات، وهذه مسألة يلام عليها الحقيقة ناس كتير منهم اتحاد الكورة، انه ما يتعملش للعيبة منتخب مصر اعلانات قبل كاس العالم ابدا، ومن ثم كان كل الناس مش هتعمل اعلانات، انما انا اروح اعمل برنامج مقالب ومش عارف ايه، ده دليل ان انا بره الليلة خالص يا استاذ ابراهيم. طيب كارتيرون بدايته البطولة الافريقية اول مباراه، لا انا ما كملتهاش والنبي استنى نسيتني، انا بقول دي تمهيدا لحاجه عشان انت بتقول عوده الثلاثي ده لكن في الفتره دي مش بس الثلاثي ده انت مفتقد مين للاصابات، مفتقد يا سعد سمير يا محمد نجيب طبعا رامي ربيعه مفتقد معلول لفترة طويلة، مفتقد أزارو مفتقد أجاييه أنت بتتكلم في 8 إضافات النهاردة مع الفريق، هذه بالنسبة للبداية دي صفقات جديدة ولا مش كده؟ طبعا
عناصر كانت موجودة لم يستفد منها في الفترة الضبابية الأخيرة. فالكل نتائج السلبية دي اللي حصلت في آخر الشهر واضحة دلوقتي سببها إيه؟ إصابات زائد عدم تركيز. طيب الخواجة الفرنساوي كارتيرون وهو مركز على أفريقيا وأول اختبار له مع للأهلي مع أفريقيا بيفكر بمانويل جوزيفا 2001 لما جه كان أول اختبار له بعد مباراة ودية مع ريال مدريد إنه يروح يلعب مع أتلتيكو الأنجولي بيترو أتلتيكو الأنجولي في لواندا كان الاختبار الأول لمانويل جوزيه. دخل مانويل جوزيه إلى النادي الأهلي عبر البوابة الأفريقية، هل يدخل كارتيرون للأهلي وقلوب جماهيره عبر البوابة الأفريقية؟ وكيف يفكر في القائمة الأفريقية؟ ناوي يضيف مين الفترة الجاية؟ نسمعه. On est en train d'y travailler, il nous reste quelques jours comme vous le savez. احنا شغالين على الموضوع ده لسه فاضل كام يوم زي ما انتوا عارفين. J'ai aujourd'hui on a décidé avec Mohamed de rajouter moi-même Zakaria sur la liste. النهارده قررت مع كابتن محمد يوسف ان نحط كابتن مؤمن زكريا في القائمة بتاعت افريقيا. Également, j'ai dans l'idée d'un renfort qui pourrait arriver dans quelques jours, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais voilà pour l'instant. Mais bon, il peut y avoir quelqu'un après ça, je ne vais pas parler plus que ça, mais il peut y avoir quelqu'un après ça, mais il n'y a pas de chose décidée. Il me restera ensuite quelques jours avec le retour des internationaux pour décider de la bonne gestion des deux dernières places CAF pour qu'on ait un effectif complet. حسنا طبعا عودة لعيبة الكلمة عن المنتخب لعيبة الدوليين عشان رئيس الموقف قرر مين اللي هيكمل ومين اللي هيتحط في القائمة أو مش هيتحط عشان باقي المسابقة. Oui, encore une fois, les. بكرر مرة تانية. Le board et Captain Mohamed Youssef m'ont donné la possibilité de. مجلس الإدارة وكابتن محمد يوسف. ادوني الصلاحيات إن أجيب لعيبة جديدة لو احتجت. Ça a été assez simple dans la mesure où le constat sur les choses à améliorer concernant l'équipe était le même. Donc on va effectivement chercher à renforcer. Voilà. OK. طيب باشمهندس هنا كارتيرون استقر على مؤمن زكريا فقط لغاية دلوقتي وقال لك الفترة الجاية هنشوف في احتمالات مفاوضات أو بحث عن مدافع أفريقي. لا هو أنت مستر كارتون ما قالش كده. هو بعد مؤمن يفضل ثلاثة. أنت اللي عايز توصل لحاجة. هو ما قالش كده الراجل. هو الراجل قال قد نضيف أحد. مش هنقول تفاصيل دلوقتي. لكن أنا اللي عايز أتوقف قدامه هو أستاذ إبراهيم إن الراجل ده في تطشات رفيعة كده تطمنك في العمل. قال لك أنا النهاردة استقريت أنا والكابتن يوسف محمد يوسف على إضافة مؤمن زكريا. ده معناه إيه؟ أن الراجل بيحترم الناس. جهازه وبيتشاور في الأمر معاه ولا يستنكف أن يقول هذا الكلام. ده بيكبر نفسه بيكبر جهازه. دي علامات يعني بتوقف أنا قدامها بتبسطني يعني. انا لحد دلوقتي مش عايز يتقال لك انت بقى مطرقع في الهواء وطاير. انا مستني النتائج زي ما بيقول. طيب عايز تقول ايه؟ لا قول خلاص. هو كارتيرون بعد هذه المساله كمان جماهير الاهلي بتحمله مسؤوليه كبيره. هل هو حاسس بيها وحاسس بنبض الجمهور ولا لا؟ نشوفه. Je me considère comme un coach aujourd'hui heureux. J'ai eu la chance en tant que jeune coach de gagner beaucoup de titres et d'avoir beaucoup de succès. J'ai conscience que le plus grand club d'Afrique est un des plus grands clubs au monde. J'aime vivre avec cette pression. J'aime sentir cette passion. Ça me pousse moi-même à donner le meilleur de moi-même et à
et à donner encore plus au quotidien. Donc je veux juste que les fans soient sûrs que je vais vraiment donner tout ce que j'ai à donner pour qu'on aille chercher de nouveaux titres. هو سؤال يعني احنا عارفين اجابته لانه هو قال جانيه جانيه مكسب مكسب انتصار انتصار لكن اهم سؤال بقى بصراحه السؤال الجاي ده هل تم الاستقرار على طريقه لعب معينه لان انت مساله مهمه جدا ليه هقول لك مهمه جدا ليه الاهلي يا جماعه وهو بيجيب مدرب اجنبي مش بس بيخدم نفسه الاهلي له دور كبير جدا في تطوير كرة القدم المصرية. لو هنرجع فلاش باك لورا شوية ورا أكتر كمان لما الاهلي استخدم في بداية السبعينات هيديكوتي كل الناس اللي رافضة أو اللي رصدة مراحل تطور الكرة المصرية على المستوى التكتيكي عارفة كويس قوي لمسة هيديكوتي التكتيكية يا باشمهندس في 4-3-3 وإزاي تقدر تهاجم بوينج رايت ووينج ليفت وراس حربة صريح وإزاي تقدر تغير في نمط الأداء التكتيكي فضل شغال كل الدوري المصري والكرة المصرية بـ4 3 3 لغاية لما الأهلي في نهاية الثمانينات جاب الألماني ديترش فايسا فديترش فايسا كان محظوظ إنه كان عنده طرفين أسرع من بعض وأقوى من بعض إبراهيم حسن يمين وربيع ياسين شمال فاستحدث فكرة الجناح المدافع فلعب 3-5-2 عمل طفرة جامدة جدا في الكرة المصرية استفادت بها الكرة المصرية فترة طويلة جدا لغاية لما جه مانويل جوزيه وبدأ يلعب 3-4-2-1 3 ويلعب باتنين راس حربة ويلعب أحيانا باتنين ديفندر وما كانش حد قبل كده لعب باتنين ديفندر في نص الملعب قبل مانويل جوزيه. هل باتريس كارتيرون جاي بفكرة جديدة بطريقة لعب جديدة ولا هيمشي بـ4-2-3-1 أو 4-3-2-1 حسب ظروف الماتشات؟ نشوف المدرب الفرنسي J'ai surtout envie de donner aux joueurs la possibilité que l'équipe soit capable de changer parfois en cours de match de système de jeu. L'équipe joue depuis plusieurs années dans le même système de jeu. Mais il me semble important d'être capable, en fonction des circonstances, en fonction des adversaires, de changer pour perturber nos adversaires et être encore plus fort. بس اعتقد ان فود النادي يبقى قادر او اللعيبه قادرين زي ما بيحصل بره ان ممكن تغير خطه اللعب خلال المباراه حسب سير الماتش. La période que l'on vient de vivre avec les joueurs est une période très courte qui est pour moi une période d'observation. الفتره اللي قضيتها مع الفرقه فتره قصيره جدا هي فتره يعني مراقبه بس. On vient de jouer deux matchs amicaux avec deux systèmes de jeu différents. لعبنا ماتشين وديين بطريقتين لعب مختلفه. L'objectif pour moi, c'est vraiment qu'on soit plus efficace dans les semaines à venir, quel que soit le système de jeu. طيب يعني واضح ان الراجل عنده نسبه من المرونه التكتيكيه وعنده رؤيه كمان انه مش الفريق الكبير اللي المفروض يفضل يلعب مباراه واحده بنفس طريقه اللعب. أو أسلوب اللعبة هيتغير من مباراة لمباراة ومن شوط لشوط وأثناء المباراة الواحدة. ده بيتوقف على أو بيحتاج لعيبة عندها كمان قدرات تكتيكية عالية تقدر تغير من نمط أدائها والمهام بتاعتها في المباراة الواحدة. في المقارنات مع كل المدربين اللي فاتوا كان طرق اللعب لسه ما فيهاش التنوع بتاع دلوقتي. بالظبط. فكان اللي بيعمل طريقة بيبقى جديدة على العالم. النهاردة الناس خلاص طرق اللعب كلها معروفة. هو بقى يفهم ان انا طريقه اللعب هتبقى مبنيه على قدرات لعبتي والمنافس اللي هقابله بالظبط وظروف المباراه وده كلام سليم ظروف المباراه ولكن هو كان مبسوط جدا من معسكر اسكندريه اتكلم على جوانب تمت في معسكر الاسكندريه اتكلم على انه المساله بقت جاهزه لكن هناك موقف كمان سؤال مهم اتسال عنه عن وليد ازارو كان وقتها لان وليد ازارو ما راحش الماتش الودي الثاني رد محمد يوسف في هذا المؤتمر عن غياب وليد أزارو ومؤشراته وتبعاته موضوع بسيط جدا أنا شايفه لو هنتعامل معاه
بنظام النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. أنا عندي نظام، النظام ده غير قابل طبعا للنقاش في تطبيقه. لاعب غاب بدون إذن وبالتالي اتخذت عليه العقوبة اللي طبقا للائحة. أنا عندي لائحة بشتغل من خلالها، اللائحة دي بيشتغل بيها أي مدير كورة تولى المسؤولية في النادي الأهلي، فالموضوع بيبقى بسيط جدا. لكن أنا عايز أأكد على حاجة في نفس الوقت، احنا طبعا بنتعامل مع جميع اللاعبين باحترام وبنقدرهم جدا، لكن الكلام ده لابد انه برضو يتم من خلال الفريم او يعني النطاق بتاع نظام النادي الاهلي واللائحه بتاعت النادي الاهلي. هو غاب بدون اذن وبدون اعتذار، ما لقيتش اي داعي لغيابه، وبالتالي تم تطبيق اللائحه عليه. لابد الفتره القادمه اي لاعب في النادي الاهلي او اي مسؤول في النادي الاهلي، سواء حتى في الجهاز الطبي، في الجهاز الاداري، في الجهاز الفني، لابد انه يشعر ان هو مش اكبر من الكيان. احنا كلنا افراد جوه الكيان. انا باكد تاني، اي واحد سواء لاعب، جهاز فني، اداري، طبي، الناس اللي قائمه على العمل في الفريق الاول او حتى عموما في منظومه النادي الاهلي كلها، الكيان اكبر من اي حد، ولكن احنا كلنا افراد جوه هذا الكيان. فانا ضد ان اي حد يشعر في بعض اللحظات ان هو يعني خارج النظام او خارج المنظومه او خارج الالتزام اللي احنا بنحطه. بس موضوع بسيط يعني. من اهم الكلام اللي اتقال في المؤتمر ده، لانه بيوضح برضه الخط الانضباطي بتاع الفريق هيمشي ازاي. الكلمه اللي ابتدى بيها واللي انهى بيها هم ملخص الليله كلها. الموضوع بسيط جدا، انا عندي لائحه ولعيب اخطا سيحاسب وسيطبق هذا المعيار من خلال على الجميع حتى الجهاز الفني. واحنا بنحترم اللعيبه طالما ان هم بيحترموا نظام النادي الاهلي. وفي الاخر مفيش حد اكبر من الكيان بتاع النادي. الكلام بيوضح فلسفة أيضا الإدارة وكيف سيكون الانضباط داخل الفريق، وده كلام مطمن جدا. ولكن تعالى نشوف بقى آخر سؤال هناخده معاكم النهاردة. ما هو الأفضل للأهلي، 25 ولا 30 القائمة؟ كارتيرون قال إيه؟ C'est pas vraiment à moi qu'il faut poser la question, c'est plus aux instances. Il y a un règlement et on se fait respecter. Avec 25, une liste de 25 avec ensuite de jeunes joueurs qui peuvent également participer à la compétition. Mais peu importe le règlement, c'est à nous de le respecter. لكن سواء 25 أو 30 أو مهما كانت لوائح شكلها إيه، لازم نحترمها ولازم نتعامل من خلالها. أيا كانت عملية القيد 25 أو 30، إحنا هنحترمها وهنتعامل معها. عشان كده بقول لاتحاد الكورة ما تشغلش نفسك كل سنة. ولذلك أنا فاكر معلومة للمهندس عدلي، قال لك الناس دول جربوا كل حاجة ولقوا الأهلي بياخد الدوري. يعملوا 25 الأهلي ياخد الدوري، يعملوا مجموعتين الأهلي ياخد الدوري، يرجعها 30 الأهلي ياخد الدوري. في كل الأنظمة اللي عملوها ثبت إن الأهلي بقوة السيستم بتاعه، قوة النظام اللي شغال بيه، قوة النظام بيقدر يتعامل مع كل حاجة تفرض عليه. الراجل ده قالها ببساطة في كلمتين. فبالتالي الطالب الشاطر قوي مش فارق معاه شكل الامتحان ومستواه عامل ازاي، لانه فعلا واثق من قدراته ومتمكن من دراسته. انطباع بقى الزملاء الصحفيين اللي حضروا مؤتمر كارتيرون، والله ده مهم ده. سمعتوا الراجل خارجين بايه؟ نشوف هذا التقرير. كل
ما تحدث به الرجل يبعث على التفاؤل، لان لو قلت لك انه محمد يوسف كلامه يبعث على التفاؤل ليس هناك جديد. الاهلي هي المنظومه الوحيده اللي بتدور بسيستم، المنظومه الوحيده اللي ما فيهاش مانوال، وبالتالي الجديد هو كالتيرون من وجهه النظر الفنيه. حسنا فعلت اداره النادي الاهلي طبعا ولجنه الكره ومعها محبوب الخطيب، يعني مش اي حد، انها لم تتعجل فلم تاتي بمدير فني من اصحاب الصيت العالمي، لانه الناس دي بتيجي قد تصلح مع منتخبات بفريق عمل كامل وكذا، لكن كانت دائما طموحات الاهلي صاحب قاطرة ومن غير ما حد يزعل في تطوير الكرة عندما أتى بديكوتي ثم فايس على مدار أجيال يعني ثم مانويل جوزيه وبالتالي الآن كالتيرون. مدربين يملكوا أن يضيفوا لأنفسهم نجمة كل شوية على الجاكيت، مدرب صاحب طموح. الحقيقة مستر كالتيرون ده من المدربين المميزين جدا، ظهر في الدوري المصري قبل كده مع وادي دجلة، كان مدرب مميز جدا، مدرب على مستوى عالي، أفكاره جريئة وطموحة، شفنا كرة قدم مفتوحة وجميلة وكرة قدم بتتلعب بشكل جيد مع وادي دجلة. أتمنى أن تجربته مع النادي الأهلي طبعا بالتأكيد هتكون تجربة مميزة أكتر، خصوصا النادي الأهلي عنده الإمكانيات وعنده اللاعبين اللي قادر على تنفيذ أفكار كالتيرون. كالتيرون من المدربين المميزين جدا، أنا شايف أن حتى أفكاره وكلامه في المؤتمر الصحفي بيؤكد أنه هو مدرب جاي يحصد بطولات، مش مجرد مدرب جاي يتعايش. ده الفكر اللي محتاجه النادي الأهلي، النادي الأهلي نادي بطولات، نادي ما يعرفش غير المكسب، فبالتالي محتاج لمدرب بنفس هذا الطموح. أعتقد أن كالتيرون هو طموح النادي الأهلي وطموح جمهور النادي الأهلي. بداية إن شاء الله تكون طيبة للنادي الأهلي مع مستر باتريس كالتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، مش هنقول جديد بقى خلاص، إنه هو بدأ فعلا وراح معسكر اسكندرية والراجل جاي جد وراح قعد وشاف اللعيبة وبدأ يفنط اللعيبة وبدأ يقول ده صح وده غلط، هو ما خدش برؤية الجهاز المعاون أو يعني برضه يعني ادوله نبذة عن كل واحد، بس هو طبعا هو قال يا جماعة أنا مش هاخد، أنا لازم أشوف بنفسي، لازم أشوف صنف عين زي ما بيقولوا، ويتفرج على اللعيبة ويشوف جميع المراكز هيبقى موقفها إيه، همشي ده هقعد ده. هو كان طلب اتنين لعيبة. مستر كالتيرون شايف إنه هيبقى إضافة للنادي الأهلي، راجل واثق جدا في كلامه في المؤتمر الصحفي، يمكن أول لقاء ليه مع الصحفيين بعد تسلمه المهمة، إن هو بيتكلم إن هو جاي للفريق عارف إن هو بتاع بطولات، وإن هو حتى كلامه إنه دايما بيفكر في النادي الأهلي، حتى لو بدأ ينسى النادي الأهلي زي ما قال بينزل الشارع عشان يتحط تحت ضغط جماهير الأهلي لما تقابله وتقول له على الأهلي. أنا شايف إن دي حاجة كويسة جدا، كالتيرون مدرب كبير مش مدرب صغير، حقق مع مازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وكان ليه بصمة كويسة مع وادي دجلة، أعتقد مع الإمكانيات اللي فيها النادي الأهلي أعتقد إنه يقدر يحقق حاجة إن شاء الله. المؤتمر كشف قد إيه مستر كالتيرون عنده تحدي وعنده رغبة قوية إن هو ينجح مع النادي الأهلي، والدليل على كده ان هو راجل اصلا كان مرتبط بعقد مع نادي امريكي وفسخ عقده او دفع الشرط الجزائي من جيبه الخاص علشان يدرب النادي الاهلي، وده اعتقد يعني نوع من التحدي كبير جدا. لو مدرب مش شاري الاهلي كان ممكن على الاقل رفض او ان هو طلب من النادي الاهلي ان هو يدفع الشرط الجزائي. اعتقد ان هو راجل مرتب جدا وراجل دقيق جدا، وده ظهر في كلامه وظهر حتى في ترتيب يعني عمله المعسكر الداخلي بعد كده المعسكر الخارجي، فهو واضح ان هو كمان حط ايده بشكل كبير جدا على القوام الاساسي لفريقه، وراجل برده يعني واضح ان هو برده يعني متصالح مع نفسه بشكل كبير، لان هو اكد النهارده ان الوضع الحالي ما يخليش الاهلي ياخد دوري الابطال، ودي نقطه مهمه جدا، لأنه شايف ان الاستعداد البدني والفني اللعيبه مش جاهز. طبعا هو ده اللي هو بيشتغل عليه، وده السبب اللي خلى الفريق ان هو دلوقتي يبتدي يطلع معسكر خارجي ان هو يبتدي يجهز نفسه الموسم الجديد، بس ده يدل ان الراجل عنده مصداقيه كبيره وعنده يعني بيعرف يتعامل مع الاعلام وبيعرف يقول المميزات وعيوبه بشكل كبير. طيب اذا شفنا ضربه البدايه الفرنسيه مع النادي الاهلي، شفنا احلام كالتيرون، شفنا انطباعات الصحفيين عنه، شفنا كمان راي الكابتن محمد يوسف في سياسه العمل اللي جايه، شفنا ثقه الرجل في النادي الاهلي وفي جمهور النادي الاهلي واحلامه العريضه الكبيره مع الاهلي. يتبقى فقط ان الجمهور يثق في مدربه، يدعم جهازه،
يقف مع ناديه الاهلي يا جماعه ويطول نفسه نفسه مع الفرقه احتياج أيه. لجمهوره واخلاص جمهوره. انما النتائج لو حصل كده انا بطمنهم. التحديات اللي على الارض اللي بتواجه النادي الاهلي هذا الموسم اللي هيبدا تخلي كل واحد بيحب النادي الاهلي غيور على النادي الاهلي حريص على النادي الاهلي يقف مع النادي الاهلي بصدق وحب. كفايه قوي كل هذه التكتلات اللي بتحصل. اتمنى انه هذه البدايه الايجابيه جدا واللي الناس متفائله بيها جدا ان شاء الله النتائج تعزز ده باذن الله. طب استاذ ابراهيم لان الوقت بيقرب يخلص ومش هتزوغ مني مش هتزوغ مني سيبك من دي دلوقتي خلاص قلنا كل ما يعني. عايز بس مباراه تاونشيب تكون بدايه الالتفاف الجماهيريه ربنا يسهل عشان يكون بدايه ان شاء الله ايجابيه عشان ما ركزش كل شيء على نتيجه المباراه لكنه البدايه برضه مش عايز انا اشيل المباراه دي مدى نجاح الجهاز الفني. انا عايز ال- 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 الجمهور يطول باله مع النادي الاهلي وباذن الله هنحقق اهدافنا خلاص ان شاء الله. الوضع حرج لازم نكسب بس يا رب لكن في كل الاحوال مش هو ده برضه المعيار. المعيار ان احنا نشوف شويه كده ونشوف تطور الفريق. لكن انت المؤتمر من وجهه نظر النقاد من وجهه نظر كل الناس كان اكثر من ناجح. قدم نفسه بشكل جيد عنده مصداقية زي ما الناس قالت عنده وضوح رؤية بالنسبة للنادي الأهلي والمطلوب منه عنده انسجام وتجانس مع جهازه الفني والإداري يعلم طموحات الجماهير. المؤتمر وتنظيمه كان نموذج راقي للمؤتمرات الصحفية. طريقة حتى أخذ الأسئلة والإجابة عليها نموذج راقي وهذا هو اللي ازاي يطمئنك على الاهلي. الاهلي نظامه تقاليده تفرده في كل التفاصيل الصغيره هو اللي بيحقق النجاح. مش هتمشي في خلال العشر دقايق اللي جايين دول غير لما نعرف بعض الملاحظات على اللي مش عارفين نكملها. كاس العالم احنا اتكلمنا شويه ملاحظات على كاس العالم لكن حتى في ظل كده في تويته كده امبارح لمحمد صلاح اثارت علامات استفهام وقلق وتردت عليها بتويتة للزميل العزيز أسامة اسماعيل المتحدث الرسمي عن اتحاد الكورة أو الإعلامي. ماذا ترى في هذه التويتة وهذا الرد؟ طيب محمد صلاح امبارح كتب هذه التويتة انه البعض بيعتقد انه التغيير كده تم يعني بالإشارة اوعى تكونوا فاكرين الموضوع هيقف عند ان كوبر والجهاز يمشي. لا فيه لسه امور او تغييرات يجب ان تحدث او لم تنتهي بعد. ده كان ادى مؤشر انه في حاجه تانية اهمها تغيير سياسات. استتبع ده انه الصديق العزيز اسامه اسماعيل وهو من الصحفيين النابهين المميزين وكاتب له قيمته والمسؤول عن الاعلام في اتحاد الكوره رد اسامه بتغريده فعلا لابد ان يحدث تغيير. هنا بنتكلم ايه حجم التغيير. طب التويته دي شايفها دعم لراي صلاح ولا يعني تلقيح عليه؟ لا مش تلقيح عليه. اسامه عايز يقول له في تغيير بس مش التغيير اللي الناس تظنه انه اتحاد الكوره هيتشال. لا تغيير سياسات عشان كده تغيير سياسات تغيير برامج تغيير افكار تغيير تفكير يعني انا عارف فلسفه عمل. انا عارف ان هم أول حاجة اتحاد الكورة بالعلاقة اللي مرتبطة بيه مع الاتحاد الدولي واللائحة بتاعته المستقلة حتى عن القانون المصري تخلي فكرة إقالة مجلس إدارة الاتحاد كما كان يحدث في السابق أمر يبدو مستبعدا بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة ما لم تسفر لجان التفتيش اللي النهاردة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرر تشكيلها وانضم إليها لجان أو لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وربما يتحرك نحوها أيضا رجال الرقابة الإدارية عشان يتم التفتيش على أعمال اتحاد الكرة برمته كما كنواحي مالية. شوف أنا مالية مش شايف إن النواحي المالية كانت أحد أسباب في روسيا ومش شايف إن هيلاقوا حاجة. هو مش هيتكلم على روسيا. أنا مش شايف هو مش هيتكلم على روسيا ولكن المبرر الوحيد اللي يقدر يقنع الفيفا بحل مجلس إدارة اتحاد منتخب في أي دولة وجود فساد مالي.
وجود فساد مالي ما حدش هيتكلم عنه خلاص. يا في يا في ما فيش قرار يا ما فيش. ولو في حدود وايه يعني، ولو في ايه اسبابه وايه حدوده وكيف يمكن التعاطي معاه. فانا مش هقدر احجر على لجان تفتيش مختصه خاصه من جهات رقابيه عليا هتبدا تفعل نشاطها وتبدا تراجع اتحاد الكره واعماله. طيب اذا ثبت انه فيه فساد مالي هنا هيكون القرار المسؤول. خلينا انا برضو دي انا عايزك تجاوبني على السؤال. انا بكلمك ماذا وراء تويتة؟ هل هناك شواهد لم ترصف يقصدها محمد صلاح هناك؟ لان واضح ان محمد صلاح وعندي معلومه انه مستاء وزعلان وعنده كلام كتير وشواهد كتير ادت الى ما يحدث. شوف المؤكد انه صلاح في قمه الاستياء من احوال معسكر منتخب مصر. دي ده اللي انا يهمني انت رصدت ايه هنا. صلاح في كل تعاملاته معاهم ما حسيتش ان في دفء في العلاقه لا بينه وبين اعضاء اتحاد الكره ومسؤولي الاتحاد، وربما العلاقه توترت من وقت اعلانات الطياره وحقوق الرعاه. وقتها اتحاد الكوره مع الشركه الراعيه حسوا انه محمد صلاح بنفوذه بقوته فرض كلمته لصالح تعاقداته. وهنا كان لازم انا اراعي ان انا بتكلم على واحد من ابرز لاعبي العالم، عنده عقود وعنده ارتباطات يجب ان تراعى. ابراهيم ده كان هيتغرم 3 مليون دولار بسبب هذا الاعلان لما رفعش قضيه. فبالتالي مصارعه الزراعين اللي سبقت البطوله كسب الجوله فيها صلاح. هنا ما حسيتش من كل اعضاء اتحاد الكوره اللي كانوا موجودين في البعثه انه في دفء كافي مش مرتاحين في العلاقه. وهو كمان محمد صلاح لانه دخل مصاب ودخل بمشكله في كتفه ودخل بالنفس منقسمه هيلحق ولا مش هيلحق، ثم كوبر يحاول يوحي للناس انه هيلحق مباراه الاوروجواي والراجل ما يلحقش خالص، ولما يدخل المباراه الثانيه كل التعاملات داخل الفريق غلط. يعني اجتمعت كل العشوائيات عشان تشوف الصورة اللي انت شفتها، ابتداء من احساس اللعيبة تجاه انه احنا بنحب محمد صلاح قوي لكن ما تلغناش. تريزيجيه كتب مؤخرا ودي الشلالية لانه كوبر والذين معه اعتمدوا منطق الشلالية، اعتمدوا منطق الشلالية من وقت ما قعدوا يلقحوا ويلسنوا. مش اعتمدوا، اعتنقوا. اعتنقوا مبدأ الشلالية من أول ما كانوا ينتقدوا إنه لعيبة الأهلي مع بعضيها. فبقى الجهاز عامل شلة، اللعيبة في 3 شلات، اختيارات اللعيبة في لعيبة اختيرت عشان في لعيبة في شلة عايزاها، وفي ناس اختيرت إرضاء لسين وصاد. أنا بقول لكم أسماء بس أكملهم على علاقة ممتدة مع المنتخب، مفيش داعي إن احنا نوقعهم في بعض. بس لاحظنا إنه بعد البطولة ما انتهت تريزيجيه قال تغريدة سريعة وشالها. ما معناها إنه كنا حاسين إنه لو صلاح كح تبقى فيه مشكلة كبيرة، ولو أي لعيب بقية الفرقة حصل له اللي حصل له محدش هيحس بيه. عمر جاب الرد بتغريدة ضد تريزيجيه مساند لشلة صلاح. فبالتالي المسألة يسأل عن هذه الشلالية وعن هذا المنطق هذا الجهاز الشلالي قوي اللي اعتمد واقتنع وامتهن منطق الشلالية في إدارة منتخب مصر. هنا اتحاد الكورة عشان يتغير لازما فكرة منتخب مصر وفكرة جهاز لمنتخب مصر لازما يختار بعناية شديدة جدا. فكرة ان يبقى في مدير للجهاز دي مسألة لا تقلل من كفاءة وعلم واحد زي إيهاب الهيطة، لكنه إيهاب الهيطة مدير التكنوقراط اللي هو حد فني متعلم كويس قوي إداري هايل، لكنه أنت محتاج مدير نجم. ده مش مدير فريق ده مدير إداري يدير النواحي الإدارية. هو محدش قال إن هو لكن اللي عايز المسؤول يحل لك مشاكل الفريق، لا، اللي عايز يكون قريب من اللعيبة فاهم اللعيبة وهم عارفين قيمته. على فكرة كان في حوارات دارت بين محمد صلاح والمهندس هاني أبو ريدة، صلاح اتكلم على إنه كنا محتاجين واحد زي حسام غالي، اتقال بالاسم
فبالتالي فكروا جديا في ماذا كيف يمكن الاستعانة بحسام غالي كمدير للجهاز. حسام غالي لو كان مدير لو كان كابتن للفرقة كنت هتلاقي انضباط، بس الله يسامح الساعة لإبعاده. موضوع أن يبعد حسام مش بس عشان من النادي الأهلي، عشان موضوع الكابتنة طبعا، لا ومشارك فيها الجهاز الكامل كامل طبعا وشخصيته بالكامل عشان نوصل للحظة معينة انت عارفها وانا عارفها بالزبط. مصر كلها شايفة. فبالتالي فكرة انه محمد صلاح يقول في تغييرات تانية لازم ان تحدث، هو شايف انه ممكن يكون صلاح عنده رغبة انه مجلس ادارة الاتحاد يمشي، ممكن يعني اقدر افهم بين السطور. لكن اللي هيحدث لو لم تحدث ادانات على المستوى المالي، مجلس ادارة الاتحاد مكمل لكن عنده مسؤوليات كبيرة جدا، عنده مسؤوليات كبيرة في تغيير فكرة. أولها يعمل لنا شكل نظام عادل للمسابقات المصرية. ما ينفعش اللي حصل في كاس مصر السنة اللي فاتت، ما ينفعش هذه السطوة أن يبقى عضو مجلس إدارة رئيس لجنة حكام. ما ينفعش عضو مجلس الإدارة هو عمل استراتيجي، رؤساء اللجان عمل تنفيذي. يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش المزج بين الإعلام ها طبعا ومسؤولية. أنا راجل عندي مسؤولية استراتيجيات وتنفيذية، إذا بقى أنا راجل في جهاز رقابي، الإعلام جهاز رقابي، أنا حرق بنفسي إزاي؟ لا يمكن. هناك الكثير من الخطوط المتداخلة. أدي التغيير بقى، مش تغير لي أفراد. إنه يا باش مهندس هاني أنت راجل عضو اللجنة التنفيذية للفيفا. طب انا ممكن اسالك سؤال غير ما حد يزعل مني اي واحد في اعضاء مجلس اداره الاتحاد لو خير بين العمل الاعلامي والاتحاد هيختار ايه؟ انا في تقديري هيختاروا العمل الاعلامي مؤكد. هم بارعين في هذا، هم موهوبين، هم اكل عيشهم. يبقى ازاي انا احطهم في حرج ان يكون بياخد قرارات له يعني هيناقشها او الناس هتناقشه؟ هنا في تضارب مصالح في التعاقدات كمان على الترابيزة، تحتاج إلى فض اشتباك من هنا وبريدة. هنا وبريدة ما عليهوش حاجة لحد، لكن هو في اختبار يقدر حقيقي يعمل، والله يقدر يعمل ده، ما فيش حاجة مكبلاه. فأتمنى أنه ما حدث في المونديال تكون نقطة. وإذا هاني بريدة لم يمتلك إرادة التغيير مش هيحصل حاجة، مش هيحصل، ويبقى الأهل دائما زين النوادي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي وعبد الحليم حافظ. تحياتك وجلالك، تحياتك وجلالك أيها النادي، فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على فيها وحادي، سجلت فيها من الأمجاد مقارة، عزت على كل أعزاز وإمجادي، عزت على كل أعزاز وإمجادي. خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآلام.
كانت سبل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي. عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي. فأنت زين النوادي حليتنا.